إنسان مش فاهم إن ما ينفعش يبعد عن الله سواء ما ابتداش أو سواء حتى ابتدى واختنب، ما ينفعش. ما فيش حاجة اسمها الغصن، ما ينفعش الغصن يبقى شجر، الغصن سيستمر الغصن، ولازم أعرف إن أنا محتاج له باستمرار. ما فيش حاجة اسمها أنا ليه 50 سنة باكل خلاص، ما فيش حاجة اسمها خلاص، هو خلقني معتمد عليه باستمرار. الجسد ما ينفعش، هكذا الروح ما ينفعش. مجرد اعتقادي إن أنا أقدر أبعد عن الله، ده معناها إن أنا حاسس إن أنا إله في عين نفسي، وإن أنا الواحد شجرة حياة ومصدر حياة ومش محتاج لله. إذن أنا إله في حد ذاتي، مكتفي بذاتي، استغنيت كده، أنا قتلت الله في حياتي زي هيرودس لما قطع الرأس. أرسلهم ليرعى الخنازير. آدي اللي هيعملهن أي إنسان من أهل العالم هنلتصق به، لأن احنا بعدنا عن الله. آدي اللي هيعملهن إن هيزود فينا الطبيعة الخنزيرية ونرعى، وتكون دي وظيفتنا وتكون دي شغلنا الشاغل. خلاص بقى الدنيا بقى خلاص دارت بقى، وبقينا كده بقينا خنازير وبنرعى بنرعى بنرعى بنرعى. بس النعمة مشروطة على أنا في دور، والنعمة لما تشوف إن أنا أمين في دوري هتعمل كل شيء. قالوا حط دم. طب وأنا لما أحط الدم، الدم ده فيه إشعاع نووي هيطلع ويطير ويقتل فرعون؟ لا، ما فيهوش إشعاع نووي. لما لف حوالين أسوار أريحة هيحصل زلزلة؟ المسيح قال لي إيه؟ في جهاد إن أنا أترك الأشياء السلبية، ده جهاد، وفي جهاد بعد كده أمتلئ منه وهو بالموت بالصوم والصلاة. أنا مربوط بنت بالتلفزيونات بناس، في جهاد لازم أهرب. في ناس بيكتفوا بالجهاد ده، قالوا لي خلاص طالما أنت بعدت عن الشر. قلت لهم هو ده الباب الضيق؟ قالوا لي آه. يعني أنك ما تعملش خطية؟ أنا ما عملش خطية. برافو عليك. صفر. المسيح قال لي ده صفر. صفر. الثمر اللي يأكد ان واحد ماشي ماشي صح. اي حاجة تانية مفيش دليل، مفيش دليل ان واحد ماشي غير الثمر. مفيش برهان، هو ده البرهان ان في ثمر. من الثمر؟ فما يجيش واحد يقعد يوعظ ويقول للناس ويدي تعليم وهو اصلا لا عنده ايمان ولا عنده محبة. يعني صلاة الايمان تشفي المريض. من اللي عنده ايمان الوقتي اللي فعلا كلام الله صادق هيشفيه ومش محتاج، وهو يدعو شيوخ الكنيسة يدهنه بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض؟ فين الكلام ده؟ البرهان ده احنا عندنا في الكنيسة القبطية يوم بحاله جمعة تطاب الصوم زيت مسحة المرضى، واللي عاملين المسيح بيقول لي حاطين في نيتهم ان هم هيروحوا لكل الدكاترة. طب عاملين المسيح قال لي اسألهم عاملينه ليه وعاملينه لمين؟ واو، للمرضى وخلاص. ثم هم نفسهم الرعاة حاطين في نيتهم، مش حاطين رجائهم فين؟ إيمانهم في الدكاترة. فين إيمان؟ برافو عليك. إيمانهم في الدكاترة. أما فين إيمانكم بأصل السر بقى، الأسرار وروح القدس؟ سكوت. بصراحة علينا صار مسؤولية مني وجر وكلنا، انه بصراحة كأنه رجعنا 2000 سنة عم نناغش يسوع ونحكي مع يسوع ونقول له نورنا يا يسوع واشرح لنا هون وكذا، بانه انا عم بشرح لكم وبكرة تردوا ترجعوا نيوني وني وترجعوا بالطين وبالوحل حازعل منكم كثير. هلأ عم ناخد وجبة، وجبة طيبة ان شاء الله نكون امناء هيك وجبة. لو الإنسان مش أمين في وقت النعمة عمره ما هيبقى أمين في وقت تاني. الوقت فيه نعمة، فيه حاجة لمستنا، لو مش هيقوم في الوقت ده عمره ما هيقوم. ناس كتير اتأثرت وشافت فيديوهات وشافوا ناس حصل لهم اختطاف، وناس قالوا لي أنا كمان اتأثرنا من سنتين لما شفنا إنك بتتكلم وشفت المسيح في العرش، بس ما قمناش ما قمناش. بيقول أقوم الآن، ما أموش. فاللي مش هيقوم في وقت النعمة اللي لمسته عمره ما هيقوم. إن كان مش هيقوم في وقت النعمة هيقوم إزاي في وقت الضعف؟ الآن اليوم، اليوم كلمة اليوم، إن سمعتم صوتا فلا تقصقوا. مش الكل انشغل واهتم،
بإمكانك تحط لغنية عبد الحليم حافظ وانشغلتوا بيك ما بعرف إيش في عبد الحليم حافظ، وأنه الخطاب لما بحبوا بعض بينشغلوا بعض بيبعتوا 50,000 SMS وكذا وبينشغلوا بعض. لازم ننشغل بيسوع بهالدرجة ونقول نحن مشغولين فيك. ليه الناس مش بتداوم تعرف كل كلمة؟ شيء مش مهم عندها. ليه؟ إيه يا حسب تقدير الإنسان قيمة الإله ده، حسب تقدير الإنسان لقيمة الإله ده هيداوم يعرف كل كلمة قالها، لأنها في مقياسه ومعياره شيء لا يقدر، وهتدي له حياة. كل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان، وده الدليل إن المسيح قال لي عشان أثبت للناس الوقت مين في الروح مين مش في الروح. ليه السفر مختوم بسبعة أختام؟ يستعصى علينا من بالعايشين بالجسديات أن يستطيعوا أن يفتحوا الروحانيات، لأنهم مكبلين أو مكبلون بالإنسان العتيق. فهو حاطط إثبات أن اللي مش واضح لعل الناس تستيقظ أنها مش في الروح. لو كانت في الروح للأسف ربنا قال لي في رعاة مشهورين في القنوات الفضائية جدا يقعدوا في كل مثل يفتوا بقى ده معناها كذا. طب خليك أمين مع نفسك، أنت مش فاهم، يا إما تطلب من ربنا وتقفل على نفسك أسبوع أسبوعين وتكفو عنده عن باله ما هو هيك فاهم، ولأن الناس يعني مش فاهمة وهو فيلا حرام رزق الهبل حرام. الناس مش فاهمة تقول أي حاجة ولأنك عارف أنهم مش فاهمين حرام. اطلب من ربنا أنت تستفاد وتعلم وتجيب ناس. ليه؟ ده مثل وكيل الظلم ومثل الملك ده أمين الخدمة اللي في نيويورك النهاردة بيقول لي ده كل واحد قايله بطريقة على عبر 50 سنة اللي درست أنا، كل واحد بيقول كل مثل الابن الضال بيقوله بطريقة، مثل وكيل الظلم كل واحد بقوله لو كانت الروح واحدة ولو كلهم في الروح كانوا فهموه. لعل الناس تستيقظ قد إيه إحنا بعاد. خسارة خسارة، مش هنستفاد لما الناس يقولوا الله ده فلان قال المثل بقى، مش ده مش شطارة مش شطارة مش ربح مش ربح. الـ الـ في بحر ملهوش نهاية العهد الجديد، خسارة خسارة كل كلمة مش كل جملة. ففي ربنا قال لنا في حروب كتيرة لازم نعرف عشان نوصل نغلب. من يغلب؟ يغلب ايه؟ اللي بيقولوا خلاص بكلمة واحدة احنا دخلنا الملكوت والدين الدفع مرة واحدة وانت مخلص. ايوة اغلب ايه؟ اغلب طبيعتي اغلب كل يوم بالظبط. يبقى انا محتاج جهاد بالظبط بالنعم بناخده بالظبط. لما الانسان انت اللي بالروح يبقى محتاج حي مع الرب، محتاج جهاد حابب وبشوق قلبه يصل للرب، فهو بيصير جهاد جهاد يعني يومي. مش جهاد انه بتحس انت في اشي بتغير فيك اشي بتحول لتلك الصوره عينها. يبقى اذا بجهاد في ناس رافضينك ممكن هي كلمه جهاد بتيجي كتير صعبه وفي ناس كمان فاهمين الجهاد لما سمعناها من الطرف الآخر اجتهاد. لا والجهاد برضو مفهومه مختلف من واحد للتاني بالضبط. كل واحد له طريقة كيف يصل، رحنا معدلنا كل واحد له هدف وطريقة نصل. بس في ناس قالوا مش محتاج الموضوع جهاد يعني نتعب ونصوم يعني حتى مثلا في ناس مثلا بتقول لك حتى الصوم. أنا ارتكيت مع ناس يعني أميرة إنه مثلا بغض النظر قبل ما أعرف حتى الأخان يعني الصوم مثلا خلص يعني مش إشي أساسي يقولون هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم وصل أنو نوع يعني إسا الرب بكل يعني بقدناها شياطين وباز ما فينا أنواع ألف نوع لازم يخرج يعني فينا ألف نوع لازم يخرج. وجود المسيح في البرية تخلصش عليه إلا بالطبيعة إلا بالصلاة والصوم. أما في فرق أما مش خلاص أنا عشان أرض الرب مثلا بطلت أعمل كذا الأشياء السلبية الأعمال مش بالهاي ساعتها ليس بالأعمال مزبوط ليس بالأعمال. خدي بال حضرتك المسيح قال لي إيه في جهاد إن أنا أترك الأشياء السلبية وده جهاد، وفي جهاد بعد كده أمتلئ منه وهو بالموت بالصوم والصلاة. المسيح قال لي إيه في جهاد إن أنا أترك الأشياء السلبية وده جهاد، وفي جهاد بعد كده أمتلئ منه وهو بالموت بالصوم والصلاة. المسيح قال لي إيه في جهاد إن أنا أترك الأشياء السلبية وده جهاد، وفي جهاد بعد كده أمتلئ منه وهو بالموت بالصوم والصلاة.
فالجهاد انا مربوط بنت بالتلفزيونات بناس في جهاد لازم اهرب مسؤوليه اعلى طبعا في ناس بيكتفوا بالجهاد ده في ناس قالوا لي كده في مدرسة الاحد انا زمان انا بتكلم عن نفسي قالوا لي خلاص طالما انت بعدت عن الشر قلت لهم هو ده الباب الضيق قالوا لي يعني انك ما تعملش خطيه اني ما اعملش خطيه برافو عليك صفر. المسيح قال لي ده صفر صفر بس خدي بالك بس ده مطلوب ومهم ومشروط في البدايه اني اهرب طبعا دي بدايه صح بس مش كل حاجه ما نوقفش هون برافو عليك البدايه صح لازم اهرب ده الكتاب بيقول اهرب من انا ضعيف من جسد ضعيف من نت ضعيف لا الامانه تقول اهرب هل الله لا يستحق فالموضوع ده ممكن ياخد بقى شهر سنة كذا سنة عند الإنسان وماله ده رائع ولازم منه ومش هينفع يدخل في جهاد تاني وده الجهاد في الولادة من الماء اللي هو التنقية أيوه لازم فعلا أوصل للصفر جهاد في الولادة من الماء التنقية بعد جهاد الجهاد في ناس بيقولوا الكتاب بيقول كذا الكتاب بيقول كذا فالمسيح قال لي كان المفروض يبصولي أنا يفهموا الكتاب من حياتي أنا مشيت إزاي لان بدل ما نقول ايات نقول لا الكتاب بيقول كما سلك ذاك يعني ترك ما لنا مثلا بدل ما اجيب امثله من ايات في الانجيل بفهمي المفروض يكون فهمي مبني على اساس حياه المسيح النقطه دي جوهريه المفروض يكون فهم لكل ايه على اساس المسيح حجر الزاويه وفيه كل البناء مركب مع مش كل الناس مركب. نظرت لجهاد المسيح كأنه هو الجهاد النموذجي اللي مفروض أجهد مش كل الناس ما دي بقى بتعتمد على أمانتي أمانة الشخص مين عايز يوصل قد إيه حب المسيح قد إيه فاللي حبه بجد يقول يا رب أنا هعمل أي شيء بس أوصل لتلك الصورة عين أوصل لصورتك أنت أنا موافق مش أتركه بس طبعا ده لازم بس بعد كده أتشبه بموتك الآيات دي برضو قليل اللي متأمن لا أعرفه عشان أعرفه وقوة قيامته في حياتي الآية معناها كده عشان أعرف ربنا معرفة حقيقية قالوا لفلوبس نريد أن نرى يسوع عشان تشوفوه بجد لازم تدفن شركة ألام ونتألم زيه كمان فدي بقى معتمدة على إرادة صدق إرادة الإنسان وإن الله يكشف له حقيقي سبحانك لما بدي اوصل لاشياء عاده في خطوات لازم اعملها مثلا بحط مثلا بدي اوصل لهدف مزبوط في وقت عشان انا اوصل له فعشان اوصل للصوره عينها هاي في وقت يمكن لاخر يوم بنضيع ما اقدرش اوصل جاهد بس اوصل لمرحله هسه الخطوات اللي لازم انا اعملها اللي هي تكون خطوات 100% ناجحه عشان اوصل للصوره عينها اذا انا بدي اوصل اللي ما عملش ولا خطيه بعد ما صفر شو لازم أعمل عشان أوصل؟ وبرضو بيختلف من راهب ولا واحد في العالم نرجع للنقطة لأهل أخ مارون طب أنا في العالم متزوج وعندي أولاد أيوة ممكن أبقى قديس وأستطيع أنا مثلا مش متزوج ولا عندي أولاد وهيك عايش كل واحد بتختلف الطبيعة أنا جهادي بيعزمني بالسنة في أوضة ما بطلعش منها ما ينفعش جهادي ينفع لحد تاني لا أسأل مثلا واحد هو بالشغل كل النهار مثلا أنا بشتغل كل النهار أيوة يا بوي ما أنا كلامي أنت مش مركز معايا شو أعمل أنا بقول هو يا بوي جهاد تخلي فين واحد لواحد ما أنا فهمت سؤالها بقول لك أنا تقيل لا يا بوي العظيم جهادك غير جهادي غير جهاد كل واحد هل الكلام واضح هيك واضح فكل إنسان ما فيش عذر واحد راجل أعمال 24 ساعة مشغول ما فيش حاجة اسمها 24 ساعة مشغول فالناس بتتبرر المتبرر دول خلاص يعني هم قرروا أنه يبرروا نفسهم مش دعوة بالمتبررين نفسهم أنا بتكلم عن الإنسان اللي صادق أنا مش رجل الأعمال أنا بشتغل تحت الشمس زي لما أي رجل الأعمال بقول لك أنه إيش أساوي يعطيك جواب تصبر أنا بجاوبك يا أبويا فهو بيختلف كل واحد مش شمس ضربيت لا أنا غريب إيش قالوا إنه طول أنا أصبر شوي هو عم يجاوبك الإنسان يطلب من ربنا يقوده أنا بقدني غير يقودك أنت فما فيش قاعدة عامة أقدر أقول لك تنعزل ولا متنعزلش تصوم لا أنت تطلب ورجل الأعمال يطلب وأنا أطلب والراهب يطلب بأمانة وحسب أمانته في طلبه الله يقوده ويمشيه ويصلبه معاه الموضوع إذن شخصي 100% أدخل مخدعي زي ما وصاني المسيح أدخل مخدع وأقول له في المخدع قدني أنا أنت لازم تبقى عريسي وخبز حياتي وشوف شوف أنا ابنك شوف إيه اللي نافع إيه العلاج اللي ينفع لي
لكن انا هطلع مش حكيم ومش امين وكذاب اقول له واحد ايه ده مش بتقعد بالايام تنعزل ايدك هبقى انا مجنون. لا ده الله بيقودني بطريقه غير واحد تاني بس كل واحد يوحنا المعمدان طريقه، دانيال طريقه، العذراء طريقه، كل واحد بس كل واحد بقى لو صادق لب الموضوع جوهر القضيه يعني بيت القصيد هو يقول الانسان صادق يقول ربنا قدني انا قدامي بحر انا قدامي انهار انا قدامي اولاد وبيت وبزنس عندي مشاكل عندي ديون عندي عمل عندي سلام ابتدي انت قدني وانت لا يعصر عليك امر وانا عارف كده ومتاكد من كده عرفت ان في حروب عرفت ان في زوابع يا رب عرفت ان في امطار عرفت ان في جرفان نهر بس انت وعدت انك هتركب السفينه وتقودني وتكون قائد سفينتي انا سفينتنا في الكنيسه سفينتنا في الكنيسه دي حاجه بعدين حد يقول بيهد العقيده انا بهدش عقيده بس كل واحد المسيح عريسه هو لوحده بشكل شخصي عريسي انا جوه الكنيسه ماشي ده لازم بس ما ينفعش الساعه اللي في الاسبوع اعتقد ان دي الحياه ليا الحياه لازم اقرر ان المسيح يكون حياتي حياه مش ساعة في الأسبوع مفيش واحدة بتقول لزوجها هجي لك ساعة في الأسبوع ده مش علاقة عريس وعروس تمام فأقرر في البداية هل موافق على الحياة دي هل موافق فأطلب يقودني أنا هيقولنا ربنا إن في طريق قرب بتختلف مشي الإنسان مع التاني المتزوج الله هيقوده بالطريقة اللي تناسبه وهيعرف إن هيمشي لازم هيتصلب معاه ويشترك ألامه بس بالطريقة اللي تنفعله فهي الموضوع معتمد على قيادة الله للشخص نفسه وقد على قد أمانة الإنسان هيقوده مش هيسيبه لأنه هو اللي خلقنا عشان الهدف ده زي أب وأم خلق أولادهم بكامل إرادتهم وبصدق كامل إنه يبقوا رجال ناجحين مش معقول مش هيجيبوا لهم الأكل المناسب ويهتموا اهتمام كامل بيهم أما اللي جايبينهم ليه هم اللي جايبينهم ليه مخلفينهم ليه فكم وكم الله ربنا ينتظر يعني هذا الاستعداد ينتظر حتى يكون وما بيصدق فما فيش عذر اللي ربنا هيقول له لكل شخص ما وصلش للقداسة انت يا ابني طلبتني بصدق وانا اتخليت عنك وما قدتكش مش معقول ازاي تنعى الباب اقرع ومستعد ان اقودك انا الراعي عايز اركبك السفينة الظروف اللي بتاعتك مالها الظروف ما انا قلت هفتح لك في البحر طريق مفيش حاجه اسمها الظروف انا افتح لك الهضاب وعلى الانهار في وسط الجبال يعني ياما وعدنا في اشعيا وعود رهيبه يعني افتح على الهضاب انهار وفي وسط البقاع يا نبيع يعني في ايه تاني افتح النهر افتح الجبل وانت ماشيين عندي مفيش جبال تقف قدامنا ولا انهار ولا بحار انا يا ابني كاتب لك كده في الكتاب هكذب عليكم انا جايبك عشان اخدعكم انا جبتك ليه اكبر برهان ان انا جاي خلقتك من العدم انت كنت عدم وانا جبتك من العدم بس انت اطلب اكبر برهان ان الله يقودنا انه اوجدنا من العدم مش اوجدنا علشان يسيبنا ما فيش اكتر من العطيه دي ما اقل من الملائكه بس مقدرين النعمه دي عايشين في تسبيح دايم فاحنا لازم نثق ان هو فعلا هيوقف بس البدايه لازم تبقى في استناره إذا نطلب برضو النور نقول له عايزين النور كامل فهمنا يا رب الحرب فهمنا الإنجيل ومش هنسيبك إنك تفهمنا كل إصحاح ما هي عايزة فترة برضو استنارة مش في يوم ولا شهر فترة لا فهمنا كل إصحاح أنت بتقول إيه فهمنا يا رب فهمنا أنت ما ابتديت في موعظة عجل طب فهمني يعني إيه أترك سيابي ليه أتركه هيقول لي عشان قدامك حق وباطل وأنا عايزك تبقى في الحق واختار هقول له يا رب طب فهمني مثل الزرع يعني إيه أطلع الحجارة وإيشه فهمني يا رب مثلا ملكوت السماوات بالخميرة أخذت أمرها فهمني إيه الخميرة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق خبأت كلامك عملية الخميرة دي بتتقاصر يعني فعلا كلمة ربنا بتزداد تنمو هيفهمني كل شيء فهمني الحرب هيفهمني الحرب كل مثل فهمني يا رب إيه وكيل الظلم فهمني من ابن الضال ليه أهلك جوعا هيفهمني كل ما هبعد عنه ساعة هجوع وهضعف فبيقول لي ان مفيش حد ابتدى يحتاج ولم يعطيه احد مش هيديك حد في العالم اللي انا هديهولك كل مثل اقف عند ربنا واقول له مش هعدي المثل ده غير انك تفهمني هي الموضوع ده بابديه دي ابديه يا رب دي ابديه يعني فهمني مين اللي بيعمل كده دلوقتي ناس قليلين
طب ليه؟ لأنه صادق مع نفسه بعلاقته مع ربنا بيعمل فيه في بيعمل فيه. سؤالي القديسين اللي بيجاهد ليس القديسين لما بيصلوا لثمار الروح بلش تظهر فيهم مش هدول قديسين؟ اي انسان طبعا ماشي في الروح في ثمار روح تتغير طبيعته في محبه ظهر قديسين زي ما بقول القديس بولس لاهل كورنثوس قديسين في المسيح والقديسين والقداسه طبعا درجات بس بدايه القداسه هو انا في اشياء تركتها بكل امانه وابتديت اتملي من الله القدوس فظهرت الثمار ابتديت اتملي من روحه ابتدت الثمار طبعا اي انسان ممكن يبقى قديس بس يطلب من ربنا غلط يا خمسة بحدد له ثمار ثمار الروح ثمار الجسد بس عدم فهم الإنسان وجديته بفهمه للرسالة ده اللي مخليه أغلبية الناس واقفة مفيش نمو وهذا اللي ببين إنه إنسان ناري لما ببلش كل واحد في ثمر الروح بإزداد يعني أكثر إيش ببين إنه هذا إنسان في إشي برافو عليك بفرق. يا ما ناس بتوعظ على حاجه بس الايات والعجائب واللي ممكن يصير برافو عليك الثمر اهم شيء الثمر من ثمارهم تعرفونها من ثمارهم تعرف مش من وعظهم يا ما ناس يا ما ناس بيقولوا لا مش لازم صيام مش لازم يعني انت حاسس ان انت ماشي صح طب فين الثمر يا ما ناس شايفه ان هي ماشيه صح فين الثمر فين ايمان الحبه الخردل اللي ينقل الجبال فين قوه ايليا فين قوه دانيال قوة روح الله في دانيال أن يدخل مملكة يغيرها فين؟ لو أنت فيك الله وفيك الروح القدس فين؟ ففين أرني إيمانك بدون أعمالك؟ أنا أريك بأعمالي فين؟ فين فعلا ليس حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان مين اللي يرضى يضع نفسه من أجل أحبائه؟ سامر الصالح سامر الصالح مين اللي يرضى يعطل سفره من أجل شخص ما يعرفهوش وضحى بكل ده وكرامته والزيت والخمر وسكب وعطل نفسه ودخل وبيت معاه طول الليل ايه ده مين اللي بيعمل كده ده اللي سكن فيه المسيح وده البرهان ان فعلا اتغير وفيه الروح القدس وده ثمر الروح المحبه محبه القريب كان نفس فين الوقت من كل اللي بيروحوا الكنايس مين اللي يقدر يعمل العمل الثمره طبعا سؤال مش منتظرين ان الناس تجاوب كل واحد يجاوب نفسه مين اللي يرضى يعمل عمل الثمره الصالح واللاوي او الكاهن كان رايح على الكنيسه ده سيبنا من اللاوي مين اللي يرضى كمان يعمل مع واحد وما ينتظرش تاني يوم ان الشخص شكرا. يشوفني يقول له شكرا نشوف مش عايزك تقول شكرا انا بعمل كده لله مين اللي يعمل كده في بعرف واحد كان اجنبي بالقدس كان يحب بس تشتي المطر يقول اكيد في ناس حيكونوا مقطوعين يروح هو ميكانيكي كيفك أبو العيسى يروح صدقني يقول أنا بدي أتعرف على الناس وصار عنده أصحاب كتيرة إنه يشوف أي حدا مقطوع امرأة رجل شاب كذا بهالمحل المطر ويحب إنه يساعدهم بالمجان وكي إنه يتعرف عليه ويساوى صحبة كتيرة مع أشخاص لأنه شتي مطر تعرفوا مرته إنه بيترك البيت وبيطلع لك لوين قال لأ أكيد بهالمطرة حكيت حدا حيوقف كذا بيحب هذا المثل مثل السامري بس هو كان يحب يأخذ عنوانه ويتصلوا ويصيروا أهل هيك يصيروا صحبة من ديك الناس يعني يروح مركبون هذا رايح صاحب يشوف واحد خربان السيارة لا السامري ما انتظرش حتى يشوفه, حتى يشوفه. رفض يأخذ أجر من النظرة النظرة رفض ياخد أجر ان ينظر له يعرف مين اللي مش عايز مين ده اللي يبين مين اللي فيه المسيح ولا مش الوعظ اللي بيوعظه ويقوله ما تصوموش ومش لازم وبيروحوا بيحطوا الهديه او الحاجه وبيروحوا ده اللي يعرف نفسه بقى كان كل الناس اللي بتصلي مثل اللي بتطحن مي على الفاضي بتروح تيجي على الكنائس هيك في بتطحن مي طبعا ما هو ليه الأمثلة دي عطاها لنا ربنا؟ ليه الأمثلة دي ربنا عطاها لنا؟ من هو قريبي؟ مش نفهم الإنجيل مش الإنجيل صار مكتوم الإنجيل صار مكتوم لا مفهوم ولا الناس بتطلب إنها تفهم ده الإنجيل ده 18 سنة عشان أفهم بس الأمثلة البسيطة دي بصدق كامل صعب وأفهم أعمقها كتيرة جداً سهل ممتنع السمير الصالح سهل ممتنع يبدو بسيط بسيط مين اللي يرضى يعمل كده ومش مهم ينظر لي وعدوي قدام الناس
بس المهم ربنا أنا بعمل كده لأن طبيعتي بقيت كده، طبيعتي بقيت طبيعة الله، محبتي من الله طبيعته تغيرت، بقيت صورة المسيح. مش ده في يعني ياما ناس في الغربة بيروحوا كنائس محدش بيرضى يساعدهم، محدش بيرضى. أنا لما نزلت ألمانيا جديد سافرت بلد ورحت، الأب اللي هناك قال لي طيب هتصل بواحد يجي لك، أنا هدخل أنام الوقت تعبان، وأنا عندي كان القلب لسه قبل المعجزة وشايل 40 كيلو وغربة وخوف ومحدش راضي يساعدني، وأخويا في بلد تانية. قلت ده أنا تخيلت إن أبونا هيبقى فرحان بيضرب الأرض برجليه هيعمل، أنا تخيلت أنت طبيعتي بقى من جوايا أنا بضرب الأرض برجليه، كنت في الغريب فأولتموني. لا أنا ما بصدق أي حد، فتخيلت هفرحه، ده أنا دخله كأني مديله كنز يعني. قال لها هتصل بواحد، وراح نام أبونا ساعتين ثلاثة. فكرت قلت طب ده لو ابن أبونا، لو ابنه بالجسد وجاي هيتمنى يتركب كده طبعا مش هيسيب. أول حاجة ما سألنيش اتكلته ولا لا، تايه عنه ليه، تايه عنه مش بيفكر فيا ليه، مش بيفكر فيا، أنا مش قريبه من لحمه ودمه، بس هو ابن المسيح. الأب الكاهن ده معروف جدا في برة إنه إنسان وفعلا ملاك، ملاك بمكاسب بشر لكن ده اللي حصل بالمحبة نقص، إنسان قلبه أبيض وكل حاجة، لكن مش أنا اللي هحكم عليه، أنت إيه رأيك يعني إيه ده. وجيه واحد تاني اللي اتصل بيه بعد ساعتين ثلاث، إنسان كويس اللي جابني، بس طبعا ما خدليش تاكسي، ركبنا مترو ودخلنا في مترو، شفت الموت نفسه وأنا بشيل الأربعين كيلو بطلع وأنزل في مترو، غير أني كان يوصلني بعربية. شوف الخير اللي كان هيعمله أبونا ده، فين تحب قريبا قاعد، بس هي كرياليسون كرياليسون كرياليسون. ايه ده الشمعة بيضة، ده مش طقسي، ده مش طقسي، الشمعة لازم تبقى صفرة. وبعدين احنا دخلنا في الصلاة التالتة، يا ابني افهم الطقسي يا ابني، التالتة ما تتقالش كده، والإيجابية ماسكها كده يا ابني، الإيجابية تتصلى التالتة بعديها الستة، وبعد كده المبخرة دي بتلت يا ابني طقسيا اربعة، ده كده مش طقسي ربنا يعني. طب وبعدين أشكاله 60 سنة، 60 سنة ويويل اللي يتكلم على الأمور دي، أنت ضد العقيدة والعقيدة طبعا أساس، أنت فاهم غلط، أقول لهم العقيدة دي بنا بنا، أنت بتهد العقيدة ماشي 60 سنة، وفي الآخر فين الثمر؟ من الثمر تعرف الشجرة، مش بكيريا ليسور كده. تاني ضربة من الضربات العشر ضفادع، خدوا بالكم انتبه ما تبقاش عبادتكم واك 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 واك. وبعد الواك واك ايه ده بتهين الواك واك، انا مش بهين الواك واك، بس ربنا ما قالش كده، قال من الثمر تعرف الشجرة. شفت الموت في اليوم ده، شوف بقى ال 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 المكسب اللي ابونا كان هيعمله لو وصل واحد مريض يتيم غريب بيموت عنده انسداد في الشريان و 30 سنة بيته بيعذب فيه وهو لا يدري، وما كنتش واكل في اليوم ده، تخيل يأكل واحد ده بيقول اعكفه على أضافة الغرباء، غريب ومش حاسس، مش حاسس هو، بس يويل اللي يغير ايه ده المنديل ده أصفر، ده مش طقسي على يا ابني الهيكل يتحط عليه المنديل بالطريقة دي، منديل ايه وشمعة ايه ومبخرة ايه، ايه ده ايه ده، من الثمر تعرف الشجرة. ايه الفايدة كل ده والنتيجة ما فيش ثمر، ليه؟ لان ما فيش نمو، ليه؟ لان البذرة ما اتدفنتش. وما على رأي في رهبان كتيرة في مصر قالوا ده البداية كمان الناس مش فاهمها، طبعا البداية مش فاهمها، كذا اب راهب في مصر قالوا ده حتى البداية الناس البداية مش صح، ما اتدفنش وما ماتش، فمنين هيجي نمو وروح، فين الثمر؟ مع أنه ده الراجل ده ملاك وطيب جدا، أيوة، بس إيه الفايدة من صورة المسيح بعد 60 سنة، كري ليسون كري ليسون كري ليسون كري ليسون كري ليسون، فين الثمر؟ فين الثمر؟ في النمو، فين النمو الروحي؟ أنا رحت ما شفتش المسيح، هو بيقول كأنكم شفتوني تلك الصورة عينها، مش شفت المسيح يشتم رائحة المسيح، شميتش رائحة المسيح، يشتم رائحة ما شميتش رائحة المسيح، فين المسيح؟ أنا كنت طب المسيح لو كان موجود يدخل وينام ويسيب واحد يتيم غريب وهو مش عارف جاي من نار 30 سنة ومش حاسس بيا، أنا مش عضو فيه. بعد كده المسيح كلمني في رؤى كتير على المواقف دي، أنا مش عضو. بقول بأوروبا مثلا هيك باردين مش شرقيين مثلا
أو بيخافوا بأوروبا. قبطي مصري. قبطي مصري. أنا فكرت أنت بألمانيا. أنا فكرت أنت بألمانيا. كان ألماني ولا أمريكي. هو جيل واحد. جيل واحد. لا لا بس في مرات بأوروبا إذا لمسك بيعملوا له بشكل. ممكن معذور. ممكن معذور. ده أربع طرف أخوي. ها لازم أبا اعترف أخويا بيقول لي أنت أخو فلان الفلاني أنا أبا اعترف. أنا قلت بقى عشمان داخل رايح لأبا اعترف أخويا اللي يعرفه بقى من سنين بقى لي طيب أتصل لك بواحد عشان أنا بوقتي طالع من القداس طبعا متعبان وبعدين أنا محتاج كمان أتغدى. ده قال لي محتاج أتغدى بقول إيه ده ما فكرش فيا فكرة أنا كمان الصبح أنا ما أكلتش ده أنا لو عندي قطة ولا كلب عظمة هذا المؤخذ أنا لو عندي كلب ولا قطة هبص عليها لما أسيبه يوم ده 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 الكتاب بيقول الصديق يراعي نفس بهيمته كان يعتبرني بهيمة ويراعي مشاعري يراعي الحياة فين المسيح ولا كريليسونه ومبخرة وشوريا وإيه بتهد العقيدة وبعدين طب وبعدين فين أريد رحمة لا زبيحة مش أريد رحمة ثم زبيحة لا مش عايز زبيحة ماذا قدمت قربانك على المذبح روح حبيبي اعمل محبه اعمل صالح عدوك اظهر له محبتك مش عايز مين قال لك ان انا عايز ذبيحه انت مش فاهم اريد رحمه لازم فين الكلام ده ادي موعظة على الجبل اللي ابتدى بيها اللي كل الناس القديسين قالوا دي دستور الحياه المسيحيه فين الـ فين الـ فين الموعظة على الجبل فين الانجيل زي ما القديس بولس بيقول ان كان انجيلنا مكتوما الانجيل صار مكتوم فين الانجيل ان كل الناس عندما حبت تشهد الدنيا ثمر الروح محبه فرع سد فين المحبه ده انا عشمان رايح لقريبي لا وقبطي وارثوذكسي واب اعترافي فرايح بقى عشمان هيجيب لي بقى اي سندوتش وما رضيتش اشتري قلت لا ابونا هيشتري لي ده اب اعتراف اخويا طبعا مش معقول مش ممكن اي الله هيحاسبني يوم القيامه ده اللي كان تفكيري عندي حسن نية بقول مش ممكن لا مش هشتري بقى وافكر ده أبونا ما يصدق بقى ضيف بقى أنا متخيل هيضرب الأرض برجليه فرحان فرحان يعني أنا وأنا طفل كنت لما بدي المجد أخويا أو أي حد ويرضاش ياخد مني بقعد أبكي بضرب الأرض برجلي حتى هياخد مني فرحان فقلت أكيد أبونا هيضرب الأرض برجليه واحد غريب بقى في بقى يعني لا وفي كنز جاييله بقى فقال لي تسموه هذا الفرح الكامل طوباك أخذت الفرح الكامل لا استقبلك لا حكى معك لا كذا انت بهداك الوقت طوباكم وان اجرك الان بالسماء اخذت الفرح الكامل بيقولوا لا سلم عليك ولا اهتم فيك ولا حكاك ولا عبرك ولا كاسه مي ولا شيء ولا شيء ورح علي طوباك اخذت الفرح هدف الكلام أنا بلقي الضوء على المسيح علمهولي فين الثمر فين الطريق هي الموضوع كريليسون وقبطي حاسب المعهد هنا أنت ما دخلتش المعهد أنت تعلمتش قبطي لا أنا الكتاب بيقول لم تتعلمه المسيح ما قال في أفسس أنا مش عايز أتعلم قبطي أنا عايز أتعلم الطريق لم تتعلمه كذا المسيح أنا عايز أتعلم إزاي أبقى صورة المسيح مين قال لك إن أنا عايز أبقى قبطي والأرثوذكسي عايز أبقى زي ما العذراء قالت لي يا ابني أنا لكنت كاثوليكية ولا أرثوذكسية أنا مسيحية إيه اللي أنتوا بتعملوه في الدنيا كانت بتبكي إيه اللي أنتوا بتعملوه ده فقالت لي أنت مسيحي وبس فقط قالت لي الآية بتاعت فيليبي عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح مرة قلتها الأب كان قال لي يعني أنت مش أرثوذكسي فكأن الأرثوذكسية دي المسيح قال لي ديانة تانية والكاثوليكية ديانة هي ديانة هو طريق واحد يا أسلك زي ما سلك المسيح واتبعه العريس يا لا أتبعه ولا أسلك الإنجيل ولا أعيش الإنجيل هعيش وهوصى يعني أنبا أنطونيوس وأنبا بولا أنبا نوفر الساعة أنبا بيجيم الساعة أنبا قراس الساعة ما كانوش أصلا أرثوذكس ولا كاثوليك ده دخلوا المخدع وأغلقوا بابهم وطاروا في السماء وكل الناس معترفين بقداساتهم في مصر وفي سوريا أي طيب ما كانوش بس ماتوا عن العالم مشيوا الطريق بس طبعا بقيادة روح الله طبعا. فأنا بتكلم على فين الثمر يعني يمكن نحن منقع بمشكلة يوحنا ويعقوب إنهم لا يتبعوننا ونحن منعناهم أنه يعملوا شيء عجيب لأنه مش معنا مش عنك أنت أنا كمان لفت لي أنه بدي أمنعهم إنهم لا يتبعوننا مش لا يتبعوك
باسمي تخرجون الشياطين، مش باسمكم تتبعوه. وهو ليسوع مش لأنا ولا أنت ولا هو، يجب أن نتبع الطريق. رأينا ناس يخرجون الشياطين باسمك فمنعناهم. المسيح قال لهم ليه منعتهم؟ لأنهم لا يتبعوننا، لأنهم لا ليسوا من حزبنا، لا يتبعوننا. بس شو قال لهم المسيح؟ قال لهم لا دعوهم، كل من يعمل خير فيه ليس بسرعة أن ينقلب عليه، مش باسمنا ولكن باسمه بقداسته باسمه ليسوع. فالثمر، الثمر اللي يأكد ان واحد ماشي ماشي صح. اي حاجه تانية مفيش دليل، مفيش دليل ان واحد ماشي غير الثمر. مفيش برهان، هو ده البرهان ان في ثمر. الثمر اللي يأكد ان واحد ماشي ماشي صح. اي حاجه تانية مفيش دليل، مفيش دليل ان واحد ماشي غير الثمر. مفيش برهان، هو ده البرهان ان في ثمر. الثمر اللي يأكد ان واحد ماشي ماشي صح. اي حاجه تانية مفيش دليل، مفيش دليل ان واحد ماشي غير الثمر. مفيش برهان، هو ده البرهان ان في ثمر. من الثمر؟ فما يجيش واحد يقعد يوعظ ويقول للناس ويدي تعليم وهو اصلا لا عنده ايمان ولا عنده محبه. يعني صلاه الايمان تشفي المريض. من اللي عنده ايمان دلوقتي ان فعلا كلام الله صادق هيشفيه ومش محتاج وهو يدعو شيوخ الكنيسه يدهنوا بزيت وصلاه الايمان تشفي المريض؟ فين الكلام؟ تشفي المريض، معلوم تشفي المريض. ايوه ما بالايمان. فين اللي عنده الايمان دلوقتي؟ مش كتير. وهذا البرهان، ده البرهان. ده احنا عندنا في الكنيسه القبطيه يوم بحاله جمعه خطاب الصوم زيت مسحه المرضى، واللي عاملينه المسيح بيقول لي حاطين في نيتهم ان هم هيروحوا لكل الدكاتره. طب عاملين، المسيح قال لي اسالهم عاملينه ليه وعاملينه لمين؟ واو، للمرضى وخلاص. طب هم نفسهم الرعاه حاطين في نيتهم، مش حاطين رجائهم فين؟ ايمانهم في الدكاتره. فين برافو عليك، ايمانهم في الدكاتره. امال فين ايمانكم باصل السر بقى، الاسرار والروح القدس؟ سكوت. الله، كله بيتعالج بره. الله، كهنة وأساقفة وأغلى المستشفيات طبعا على حساب الكنيسة والمستشفيات. الله، أما الفن الإيماني بالروح القدس، الإيمان ده ثمر روح. كل حال الهم لدينا في ربنا، إحنا نكمل موضوعنا. مش كذا، أنا بتكلم على المسيح بيقول لي على رؤى صورة، صورة المسيح. مظبوط. الطلب من ربنا قال لي، ما في ناس قالوا لي أنت بتديني الكنيسة. المسيح قال لي ما محدش بيتكلم، ما لازم حد يتكلم. إنه محدش دريان، محدش بيتكلم. أنت وصلت الرسالة للكنيسة هذا الشيء؟ آه طبعا، لازم حد يتكلم. زي ما قال حسقيال، يعني انه وصلوا انه قدموا. اذا انت وصلت انه وصلت بالضبط، انت فيش عليك حرج. لا، وفي ناس مش دريانه ده في، بس خلاص احنا في الايام الاخيره لازم اللي عايز يستيقظ، اللي عايز يستيقظ. يعني ده في كهنه عندنا في مصر عاملين بزنس كل هدفهم عيالهم يكبروا ازاي ويسافروا بره، ومعتمدين على ثقه الناس ان ابونا بقى عشان عياله بقى. ده كل تفكيرك؟ ده حساب النفقه؟ بيقول احسبه حساب النفقة. ده حساب النفقة في حياتك؟ انت عايش عشان كده؟ مش عايش لخلاص؟ ده المسيح اللي هو مش بيحب أولاده عشان مش مهتم بأبديتهم، ومهتم ازاي في العالم العربية البيجو تبقى مرسيدس زي ايه ده؟ هو دي حياتك؟ وازاي يعمل بيزنس وماله فيها ايه عشان أولادنا؟ هي دي اللي الحياة هي المسيح؟ هو ده حساب النفقة؟ ده حساب النفقة؟ بدل ما اهتم بخلاص وخلاص الناس وخلاص وأفكر إزاي أموت وعلم الناس حياة الطريق القرب، أبقى مشغول. هو ده اللي مشغول بيه؟ فالمسيح حزين. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ والنتيجة واضحة. فين الثمر؟ فين الثمر الروح؟ اللي يبرهن إن إحنا ماشيين الطريق. فين ثمر الروح؟ وهم مش دريانين ولا الناس دريانة، والدنيا واقفة، واقفة. إيه ده؟ وبعدين؟ مفيش وبعدين. صمود سقط. واللي ويا ويل اللي يتكلم، يعني يذبح. امال انا مستهدف ليه؟ ايه ده؟ ما احنا خلاص الدنيا سكتت. طب ما الدنيا سكتت هنموت. كله بتفكر فين الطريق القرب وفين الحياه الابديه وفين الجهاد وفين الانجيل وفين الحروب وفين التعليم اللي هو ازاي نشترك شركه الام؟ مفيش الكلام ده. الله، طب ما احنا ده احنا متنا. إيه انت اللي المفروض تموت عشان بتتكلم وتفضحنا؟ ايه ده؟ ويوم هيك عملوا ليسوع، سكتوا وقالوا له انت يا شاب صغير قوم، بنقدر ندعسه نفرمه احسن ما تطير مراكزنا
وقتلوه هو هيك اختالوه. الطريق طويل وأمثلة كتيرة ومواضيع كتيرة يعني مش مفهومة مش واضحة، لا مفهوم الحروب ولا مفهوم الأمثلة بتاعت المسيح. طب وبعدين الدنيا واقفة، ايه ربنا حنين وطيب وهو اللص اليمين قال له يا رب سامحني سامحتك. طب ده يبقى كده المقدس ملوش اي لازمه يعني. طب يعني يا اخي انت ما شفتش ولا اي كنيسه شوي يعني من الاشياء اللي بتدور عليها واللي شفتها في حياتك اللي هي اكثر شيء اقرب شيء سالكه يعني هاي الامور حسب بالاخبار كده يعني في افراد هاني يمكن زي مثلا الاب ابرام اللي عاش يعني كراعي وعاش في يعني في اب راهب في لبنان في كنيسه كاثوليكيه أول ما سمعته قلت ده رجل. نفس اللي قاله لي المسيح قاله له بيتكلم عن إزاي مش عايشين حياة الموت. قلت واه إيه ده معقولة مش أنا بس إزاي مش قادرين تدوسوا على نفسكم في الصين في لبنان وهي دعاية ترى شو مكاري يونان عم بعملوا رحلات السمهون على مصر تيتصوروا مع مكاري. ما بص كل واحد ليه رسالة، أنا مش هتكلم عن كل واحد يعني كفاية اللي أنا فيه. لا يعني ما يا أبويا في ناس بقى ربنا مديهم نعمة عشان الناس اللي تحت خلص يبتدوا بداية صح، بس لينا 100 سنة لازم نتوب. أيوة وبعدين وقفت الدنيا عندنا لازم نترك تركنا ولازم نعرف المسيح خلاص ايه. طب والكتاب المقدس كله لو كان الموضوع سامحني وسامحتك المسيح قالها لي واللص اليمين هو المثال بتاعه، ايه فادت الكتاب المقدس؟ ولا شيء، لان طالما سامحني يا رب سامحتك يبقى انا مش محتاج الكتاب المقدس. صح. ازاي الناس متغفله عن الموضوع ده ده موضوع مرعب. ايه ده، امال ايه فايده الكتاب المقدس ان كان اللص اليمين هو مثالي؟ اذا مش محتاج كتاب مقدس. بس اذا اخنوخ خلص بدون كتاب وبدون كتاب مقدس ماشي. بس كان صادق امين. بس الكتاب المقدس كيف انت بتحكي هو عمليا هو الكتاب او الطريق بفرجينا الطريق، لأن احنا بتقول محتاج. كمان انه ممكن كمان انسان ينسى ده الطريق. ده حقيقي بدون كتاب مقدس. ده حقيقي بس كان ماشي وقيد بيه ربنا. ده حقيقي. انا لما عرفت المسيح برضه قلت له يا رب ايه فايده الكتاب ده، انت بتمشيني ده. ما قعدت شهور قال للناس اللي هي مش انا بقودهم لعلهم يستيقظوا. لازم كان هو برضه الانجيل كيف انت بتحكي، برضه الكتاب المقدس كيف انت حكيت، برضه صعب انه ينفهم في مقابل يعني هون في شيء كله بالروح. الروح كان يتعمد يسوع يقول للناس بالامثله، اما اللي بيحبوه هيك يقعد معهم مع تلاميذه يوضح لهم. متعمد مش لكل الناس الخلاص، بالمعنى انه بضاعه يسوع بقلنا لا ترموا درركم للخنازير او لا ترموا مقدساتكم للكلاب. اسم الله شو عم يعني في يسوع بتصوره في شغلات الاخرين لا يجب ان يطلعوا عليها الا للذين يتعبون ويجدون ويستهك يستطعموا بطعام المسيح. غريب انا كنت حس انه في لعامه الناس شكل وللتلاميذ بالبيت يوضح لهم كل شيء ويكشف لهم عن الكنوز ويفهمهم، ومع ذلك كانوا كمان صعبين صعبين أسرى أو لبعد القيامة حتى فتح زهرهم فتح زهنهم يعني شافوا كل اللي عملوا شافوا مشوا الطريق مشوا الطريق غلاظ الرقاب أو وقالوا أيها الغبيان لتلميذ عماوس ولو نطلب يتفتح زهننا فتح زهننا نطلب يفتح زهننا. طب افتح زهننا يا رب. ليه مش مشغولين بالمطلوب؟ مشغولين بإيه؟ بالأكل والشرب والموديل ويا ويلي والطبخ ويتكلم في الكنائس والأديرة يا ويلي الدبع. الله مشغولين بإيه؟ بالأكل والمشاريع. طب إزاي يعني إزاي؟ فإزاي مش مفهوم إن في نمو وفي درجات وأمثلة المسيح اللي بتبين قد إيه اللي مجرد ببعد عن المسيح لحظة زي القصة الابن الضال ههلك جوعا. كله تحذيرات والعالم كله عمره ما هي الدين اللي أنا محتاجه، بل بالعكس هيبقى الأخ الثاني اللي عايش في الكنيسة شكلاً. غيرتني تحدث عن الابن الضال اللي بيقول له أني أعطيني ميراث.
اولا الميراث ما يتخدش شيء مش يعني النقطه دي مهمه جدا. لا يؤخذ بحياه الاب، نعرف الميراث بعد موت الاب ده اولا. ممنوع انا اقول له لابي هيك وقح يا بابا اعطيني ميراثي. ايوه بابا انا قتلتني موتتني دفنتني انا بحياتي بركي ما بدي اعطيك، انت ما تعطني وهلا اعطيتك شيء وبعدين يا سمح الله تفلت علي. حدا بحاجج ابوه بحياته اي اذا قلنا ماديا صح. الا اذا كان روحيا لا البدايه صح. ان هو كون ان واحد بيقول لابوه اديني مراد انت ميت يعني انت ميت وده معناها ان بقول لربنا لمجرد اعتقادي ان انا اقدر ابعد عن الله ده معناها ان انا حاسس ان انا اله في عين نفسي وان انا لوحدي شجره حياه ومصدر حياه ومش محتاج لله. اذا انا اله في حد ذاتي مكتفي بذاتي ومع استغنيت فكده انا قتلت الله في حياتي. مجرد اعتقادي ان انا اقدر ابعد عن الله ده معناها ان انا حاسس ان انا اله في عين نفسي وان انا لوحدي شجره حياه ومصدر حياه ومش محتاج لله. اذا انا اله في حد ذاتي مكتفي بذاتي ومع استغنيت فكده انا قتلت الله في حياتي. مجرد اعتقادي ان انا اقدر ابعد عن الله ده معناها ان انا حاسس ان انا اله في عين نفسي وان انا لوحدي شجره حياه ومصدر حياه ومش محتاج لله. اذا انا اله في حد ذاتي مكتفي بذاتي ومع استغنيت فكده انا قتلت الله في حياتي. زي هيرودس لما قطع استغني ومستكفي ومستكفي ومش دريان ان الغنى الحقيقي والميراث الحقيقي المسيح قال لي هو استمرارك ملتصق بي انا ده الميراث. مفيش ميراث تاني مفيش حاجه اسمها واشرب ذا الميراث اللي طلب. واحد عرف ربنا فتره اعتقد ان ممكن سيظل هكذا في امتلاء روحي وشبع وهو بعد عن ربنا ما ينفعش ده كده كانه بيموت برضو ربنا. يعني افترض افتراضات كتيره. البداية إن واحد متكبر أو بيجح بيقول له أنا مش محتاج لك، أو واحد فعلاً اختنب الله فترة واعتقد إن سيستمر غني حتى لو ممتلئ حتى لو باع لأنه رصيده كبير. يعني أنا هقولها عملياً من ناحيتي أنا. أنا لما ببعد عن ربنا مش يومين ثلاثة ساعة، مش بصلي ساعة، لازم على طول متواصل أو تعدي ساعتين على طول. ربنا أنت بيقول لي زي الابن الضال إنك بعدت عني. أنا في الوقت ده بفتقر بضعف أبوابي اتفتحت بسهولة جدا الشياطين تدخل بجوع هجوم هجمات بجوع بحتاج فابتدأ يحتاج في الساعتين دول. أنا بتكلم بعملية نسبية بحتاج في الساعتين دول وخصوصا بيسمح لي ربنا أمر بظروف صعبة جدا ناس تطردني زي ما أنتوا عارفين ناس تبلغ عني ناس في الوقت اللي أنا ببعد عنه ساعة بحتاج حد يطبطب عليا ببقى زي الطفل محتاج عاطفة بشيء. فربنا يقول لي ليه تحتاج دي في حد ذاتها برضو لو تركت طبعا مش بس مش بترك نفسي بس هي في الفترة دي أنا ضعفت أنا جعت العاطفة بشرية واحتاجت وأنا عندي الأب اللي عنده كل الغنى والشبع طب ليه؟ وده لو سبت نفسي طبعا يومين ثلاثة أسبوع تبقى بقى الكارثة والمصيبة شهر ده يعني يصلوا عليا لكن أنا بتكلم على ساعتين ثلاثة نكتر الموضوع بقى. الابن الضال ده واحد فعلا بعد وبعد وبعد ده اللي يتصلى عليه ما أنا لما ببعد نص يوم من بعد القلب بحجة بحجة إن أنا تعبان نفسيا بغباوة بتكلم عن نفسي إن أنا مريت بظروف زي ما أنتوا عارفين من 10 أيام ظروف صعبة تعبت جدا ونفسيا جبت عذر لنفسي اتصلت بقى بكام صديق ليا في مصر رهبان برضو مش من أهل العالم. فربنا بعد كده لقيت نفسي زي يعني في موت حصل لي لمجرد يومين ثلاثة بس اعتمدت على أشخاص رهبان في مصر وأب اعترافي لكن في الوقت ده أنا ما كانش الله هو المصدر الغنى بتاعي فالعملية تدهورت مجرد يومين ثلاثة تدهورت قعدت أسبوع عشان أرجع للنقطة اللي كنت فيها أصرخ وأصرخ 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 وأصرخ
أصرخ إيه بالعشر ساعات؟ أرمم اللي كان أرمم لأن المسيح قال لي أنت بناء بتبني من 18 سنة، أي طوبة بتقع بتعمل الخلخلة في البتاع. تشبيه ربنا الطريق بالبذرة بالبناء أشياء عشان نفهم، عشان نفهم. في أفسس 2 الآية الواضحة اللي حضرتك قلتيها، مبنيين بحجارة حاجية ومبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية في كل البناء مركبا إلى أن ننمو معه. فالمسيح كان فالمسيح كان زي نموذج مكت، نموذج أعمل زيه، بيت رسمة أو مسمة نموذجية ثلاثية الأبعاد لازم أعمل زيها، لازم أجاهد زي ما هو جاهد. فلازم أنا أعرف إن لو حجرة اتشالت هيحصل خلخلة، فأنا حصلت حاجة. فأنا بحتاج يعني مثلا من يومين كنت بصلي من 10 الصبح ل 10 بالليل امبارح عشان بس أتعزى، فاكر امبارح من 10 الصبح ل 10 بالليل بصلي، بس تخيل 12 ساعة بصلي عشان أرجع للنقطة اللي كنت فيها، بس اللي بس سبت 3 أيام، بس سبت عملت خطية، ولا سبت رحت فتحت التلفزيون، ولا سبت رحت أرجع أكل. في صلاة معينة بتصليها ولا مسيك الصلاة أنت وربك؟ لا صلاة، الروح تشفع فيك. ما فيش كلام يعني خاص. الصلاة هي إن الله بروحه يحسسني بحضوره فاتكلم معاك يا حبيب. الروح تشفع فينا بأنات لا ينطق بها، نحن لا نعلم ما نصلي من أجله. ده أنا بقوله يا رب اديني إحساس بحضورك، اديني إحساس بيك، اديني. أبتدي بقى بعد فجأة أحس كأنه موجود. يا هو بقى اللي بيخليني روحه اللي جوايا اللي هي تتواصل معاه، ده عمله كله بالنعمة، بس بالنعمة مشروطة إن أنا بترجى بطلب وترجى. ولا تكتروا الكلام إذا صليتوا، في نفس الوقت مرة بقول صلوا ولا تملوا إذا صليتوا صلوا ما يكونش صلاتي ترديد جسدي أو كلام يا رب يكون معانا، يا رب ارحمني يا الله، الرب يرحمني. المزامير بقى في الإيجابية عندنا حافظينها، ده مش كده. ليش من أبانا يعني إذا صليتوا صلوا أبانا صليها بالروح، لأن معانيها قوية جدا. أبانا الذي بنقعد قاعدة عليها تاني، يعني كل حاجة كبيرة قوي طول شرحه. أبانا الذي يعني بيوبخنا إن المفروض أبقى أنا صورته وابنه أشبه له، فالمفروض أتكسف كل ما صليها أبانا هقولها إزاي بس يا رب وأنا لسه مبتدئ. بس فأنا كنت حتى زمان لما كنت بصلي كنت قعدت مثلا كم سنة بقول يا إلهنا الذي لا أتجرأ أقول أبانا، ده إحساس داخلي، يا إلهنا أبانا، يا أبانا إلهنا، بس مش قادر أقول يا أبانا كده. فلكان قعدت شهر كذا شهر أقول لا ده كذا سنة يا إلهنا الذي في السماء، مش قابل، مش غير مستحق، مش مستحق طبعا. زي القديسة أفادوكسية اللي كانت أشهر رقاصة وبعد كده بتقوم الموتى، قعدت كذا سنة تقول يا من خلقتني ارحمني، حاسة أنا مش مستحقة تقول يا الله يا من خلقتني، فصلت صلوة بس مش قادرة تقول يا الله. ودي وصلت لأعلى درجات القداسة أفادوكسية اللي كانت أشهر راقصة، اللي كان يلمسها كان يشفى، يعني قصتها رهيبة أفادوكسية دي. أمثلة المفروض الواحد يتكسف لما يسمع موسى الأسود قتل القتلة ولا الأشرار، ولا واحدة رقاصة فتحة بيتها للشر تبقى من القديسات، حاجة تكسفنا. احنا في الكنائس، في الكنائس كل يوم بنتناول، واللي يتكلم على الطقس، أيوة الطقس والترتيب بالروح، اسلكه بالروح، كل حاجة تتعامل بالروح، أبقى فاهم، أبقى شايف فين الطريق، أبقى شايف أحط رجلي وحاسس بالمسيح كل يوم، حاسس بقيادته، حاسس بشبعه. الحياة صارت المسيح، الدنيا موضوع كبير، موضوع كبير كبير، صلاة بالروح والموضوع كبير جدا جدا. فالموضوع موضوع أن أنا بعد خلاص يعني. فالابن الضال ده إنسان مش فاهم إن ما ينفعش يبعد عن الله، سواء ما ابتداش أو سواء حتى ابتدى واختنبه، ما ينفعش. ما فيش حاجة اسمها الغصن وصل لمصر يبقى الشجرة، ما ينفعش الغصن يبقى شجرة، الغصن سيستمر الغصن. ولازم أعرف إن أنا محتاج له باستمرار، ما فيش حاجة اسمها أنا ليه 50 سنة باكل خلاص، ما فيش حاجة اسمها خلاص، هو خلقني معتمد عليه باستمرار. الجسد ما ينفعش، هكذا الروح ما ينفعش. ولازم أعرف إن أنا محتاج له باستمرار، ما فيش حاجة اسمها أنا ليه 50 سنة باكل خلاص، ما فيش حاجة اسمها خلاص، هو خلقني معتمد عليه باستمرار. الجسد ما ينفعش، هكذا الروح ما ينفعش. ولازم أعرف إن أنا محتاج له باستمرار، ما فيش حاجة اسمها أنا ليه 50 سنة باكل خلاص، ما فيش حاجة اسمها خلاص، هو خلقني معتمد عليه باستمرار. الجسد ما ينفعش، هكذا الروح ما ينفعش. فالابن الضال ده إنسان مش فاهم، فراح لكرة بعيدة طبعا، ومعتقد
يعني عايز يقول له لا أنا لوحدي أنا مستغني أنا إله حالي بحالي بكتفي حالي بحالي. الغنى بتاعه طبعا ضاع خلاص. الغنى الروح ما ينفعش هيموت في خلال أيام هيموت. أنا ببعد عنه يوم نص يوم بحتاج أسبوع عشان أرجع للنقطة اللي كنت فيها بحتاج فعلا وصراخ وربنا ليه حكمة. وامبارح قلت له لا صح يا رب لازم تمسك العصاية عشان ما سدكش نص يوم يعني أنا حكمت على نفسي ما أنا فاهم أنا ده الصح. وقلت له خليك لا قاسي عليا المرة دي علشان ما سبكش ساعة ساعتين يعني ده الصح أنا فاهم يعني. فده بعد ده أيام فالغنى بتاعه ضاع. فلما أنفق كل شيء حدث جوع في تلك. طب إيه علاقة الجوع بتاع الكورة مربوطة جوع إحساسه بالجوع مش الكورة هي. زمان كنت بقرأ المثل ده بقول إيه علاقة الكورة ماله فلوسه خلصت لكن الكورة افتقرت ليا. لا هو حس بالحياة بالجوع حواليه فابتدأ يحتاج ابتدأ يحتاج. الحالة كلها حالته كانت كورة كله خالي خرموب وخروب خروب لا لسه بدري على الخرموب بس ابتدأ خروب الخربان الخربان اللي عقلت كان بكتبوا عنا بقولوا خروب بس لا أنا ما أعرفش هو الخرموب هو الخروب أنا أعرف إن حاجة مرة بتاكلها الخنازير أعتقد غير الخرنوب غير الخروب لأن مصر ما في خروب مثلا مصر ما في خروب لا بس الإنجيلي هون هون على عنا هون الخروب مفيد أكيد مش خروب حلو طعمه حلو الخرنوب حاجة مرة خرنوب نبات مر مش خرنوب اللي حصل هو كمان هو هي طبعا امثله روحيه بس طبعا ربنا جاب لنا الاسامي دي عشان برضو افهم اكتر ان ده حقيقي. انا اولا ابتدى يحتاج ابتدى يشعر كان الاول مش محتاج. انا لما ببقى مع المسيح انا مش محتاج حتى انسان يعزيني لا يعوزني شيء لا يعوزني شيء لان هو فيه كل شيء شبع جسدي شبع عاطفي اله واله كل نعم. انا بيشبعني جسديا ما القديسين عاشوا ازاي في المغاير والكفار شقوق الارض بالمئة سنه مش محتاجين لا تعزيه بشريه ولا جسديه. هو فيه كل شيء هو فيه كل شيء هو الحياه لكن هبعد شويه هحتاج. اللي بعديها بيقول لك فقام والتصق بواحد من تلك اهل الكور. التصق ليه تلتصق يعني لأن هو الطبيعة كده من شدة الجوع طبيعة الإنسان ربنا خلقه زي غصن عايز طالما يا إما هيلتصق بالله يا إما هيلتصق بأي حاجة تانية. ليه سليمان من شدة الجوع اتجوز ألف واحدة وما شبعش؟ هو طبيعته عضو عايز يوجد في كيان تاني السامرية بس طبعا لا تقارن بسليمان. فهو طبيعة الإنسان غصن عايز يوجد في شيء فعدم زي ما الكتاب بيقول من التصق بالله صار روحا واحدة. فعدم وجود الإنسان أوجد فيه فالله هيبتدي يبحث عن كيان يوجد فيه. ليه الخطية منتشرة في العالم؟ من شدة الجوع جوع شديد. فالجوع ده زي ما الكتاب بيقول الرجل بيتحرك زي ما يكون حاجة بتتحرق. إيه ده؟ دي شدة الجوع والناس مش دريان. طب ما نروح ندور على مصدر الشبع ونريح نفسنا ونعيش في راحة. الناس بغباوتها مش راضية تبحث عنه واستمر بقى الجوع يزداد والخطية دخلت في العالم كله بالطبيعة دي. آدم أول ما رفض الله اتفتحت عينيه وابتدى يبحث بعينه يأكل يشبع كل حاسة زي ده. الله طب ما انت كنت عندك الفرصة توجد في الله رفض الله ايه ده. فالابن الضال التصق بواحد من جوع عايز يبقى في أي حد يوجد في حد. ده النتيجة إن خطية نتيجة الجوع والبعد عدم الشبع بالله. أدي الخطية لأنه مخلوق يبقى غصن يوجد في كيان. فطالما مش موجود في الله هيبحث عن أجساد أكل من أي حاجة عايز يوجد. فالعملية هتبقى في المثل ليش اختار مثلا برعب الخنازير مش الخنزير الحيوان اللي بيأكل المخلفات بتاعته
عشان هيك اختار الخنزير. ده ايه ده؟ ده اكل ايه ده؟ هو الخنازير كده لدرجة في أوروبا عشان نضاف جدا بيحطوهم في حتة فيها زي مواسير عشان تقع ما يأكلوش البتاع بتاعهم الروس بتاعهم. مظبوط معروف. لكن في أي حتة تاني بيأكل الروس بتاعه تاني. أوف إيه ده؟ شراها واو ما ما أبشع ولا ما أروع ما أبشع ما أبشع مقززة. إيه الحيوان الغريب ده؟ ايه الحيوان ومراخيره طلع كده عايز يشمشم يشمشم طلع قدامه عايز جوع جوع وغبي واحمق وبياكل حتى المخلفات بتاعته مشيش الا دغري بصراحه ممكن ياكل اولاده اذا جاع وشاف ممكن يفترس اولاده بيقولوا كان بياكل كل شيء عظم لحم زبالة عندنا في مصر مشهورة حي الزبانين ما عايشين على ايه على الخنازير بياكل الزبالة يرمس ورق كرتون كرتون بلاستيك كل شيء بياكل امال هو بياكل ليه مخلفاته من كتر ان هو شرق وصخ وصخ ما عندوش حتى وبتنطفه بتنطفه بيرجع بلحظة والكتاب بيقول كده ككلب عاج رجع الى قيئه يا مناس الاولاد ورا الناس بتدور على لحمة الخنزير تروح تشتريها بتروح وين وين تشتريها شاهد حلوة ليش زي المرتديلا حلوة في مصر المرتديلا طعمة ليه طعمة ما هو جسدية زيهم شبيه الواحد بينجذب شبيه الشيء منجذب إليه فإنسان شهواني بيبحث عن الشيء الشهواني عشان كده فعلا لحم الخنزير شهي شهي للجسد الشهي ده هو حيوان غريب بوكل لحم وبوكل حشيش وبوكل زي الشبيه بالبني آدم بني آدم بوكل كل شيء يأكل كل شيء والخنزير بوكل كل شيء حتى الروس بتاعه مخلفات البني آدم يأكلها يعني سترون بوسيب يا سمالي هو الخنزير مفترس ما عرفش إن كان مفترس مش مفترس بأزي إنه بمشي طريق واحد بس هل ممكن يأذي إنسان؟ إذا جسمه كبير أنا أخوي صياد بأزي خلينا نكمل فقام التصق بواحد من تلك الكورة فأرسلهم ليرعى الخنازير أدي اللي هيعملهن أي إنسان من أهل العالم هنلتصق به لأن احنا بعيدنا عن الله أدي اللي هيعملهن إن هيزود فينا الطبيعة الخنزيرية ونرعى فأرسلهم ليرعى الخنازير أدي اللي هيعملهن أي إنسان من أهل العالم هنلتصق به لأن احنا بعيدنا عن الله أدي اللي هيعملهن إن هيزود فينا الطبيعة الخنزيرية ونرعى فأرسلهم ليرعى الخنازير أدي اللي هيعملهن أي إنسان من أهل العالم هنلتصق به لأن احنا بعيدنا عن الله أدي اللي هيعملهن إن هيزود فينا الطبيعة الخنزيرية ونرعى وتكون دي وظيفتنا وتكون دي شغلنا الشاغل خلاص بقى الدنيا بقى خلاص دارت بقى وبقينا كده بقينا خنازير وبنرعى بنرعى 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 يعني ياما في ناس اعرفهم شباب في مصر كانوا عايزين يترهبانوا بس سابوا نفسهم مساومه صغيره وفي كم صديقه اعرفهم مساومه صغيره هي المساومه الوقت بقيت زي اللي مكتوب كان يرعى يعني امور مرعبه لو الواحد ساب نفسه مساومه تجيب مساومه تنازل يجيب تنازل ثعالب الصدر ثعالب تدخل فتدخل فتدخل مرعب شيء مرعب زي الفلك لو بس ثغره اتفتحت في الفلك هتغرق الفلك عشان كده بيقول فوق كل تحفظ التحفظ الكامل لا يكفي فوق التحفظ الكامل احفظ قلبك واحترزوا لانفسكم يعني لان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس طبيعه الانسان نجيس القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه من يعرفه مين اللي يعرف نفسه مين اللي يضمن نفسه ما تضمنش نفسه يعني فوق كل تحفظ أمور تخوف فيرعى خنازير فرجع لنفسه لما شاف الحال كده رجع لنفسه استيقظ يعني رجع شو بعمل هون في بصمة في بصمة جوه الإنسان هو تجاوب معها كل إنسان ربنا حاطط فيه بصمة يبحث عن إلهه الأبدية في قلوبنا طبعا الأبدية في قلوبنا
الله حاطط في الطبيعة جوا فراغ معين ما حدا بيملي غير وجود ربنا، فراغ معين فجوة ملهاش نهاية ما تتمليش غير من الله. فالحكمة تقول خلاص كفاية، يعني الحكمة تقول في غنى مقدم لكل إنسان، طب ما ناخد من الغنى دي زي ما جد قال يا ريتنا كنا جربنا يومين ثلاثة نشوف إيه القداسة دي وإيه الطريق القرب ده، نجرب إيه خسارة في الأبدية ملهاش نهاية، نجرب نقول يا رب أنت بتقول كونوا كاملين وكونوا قدسين وإليا طب ابتدي يا رب افتح أذهاننا، طب دوقنا اكذبنا نجرب، إيه ده إيه ده الموت اللي فيه الناس ده إيه ده. لما رجع أخوه زعل، ليش أبوه ذبحله العجل المسمن؟ إيش أخوه هون برمز يعني أو زعل غار وأنا بخدم عندك كذا سنين ما ذبحت ليش بس جد. بيقول أقوم الآن أسأل أقوم الآن أقول لأبي أخطأت للأباء السماء قدامك ولست مستحق، حس حكم على نفسه أنه ما يستاهلش يبقى ابنه، اجعلني كأحد أجراءك، حس زي ما إبراهيم لما كان بيصلي بيقول شرعت أن أكلم المولى. لا أقول الابن الأكبر شو كان تضيف بالضبط يعني هي بالآخر الابن الأكبر يعني هو كان هذا المثل هذا بالآخر بس قمة يمكن بلا ما أطعن حديثك ومشان ما ننتقل للأخ الأصغر، يمكن قمة المفتاح أو إحدى القمم إنه رجع إلى نفسه وقارن حاله وين وقرر إنه يروح. هل شحنا الوضعية شو وين كان وين صار وشو قرر وشو خلاه قال واو لنرجع قارن نفسه بالقدسين اللي عايشين في حياة قداسة واكتفاء وشبع، قال إيه ده إيه الجوع المر اللي أنا فيه ده وأنا كنت الأول لأنه جرب، وحتى لو ما جربش قارن نفسه بالقدسين في حالة فرح وشبع وحرية، إيه العبودية والذل اللي أنا فيه ده ليه كل ده وواصل لإيه ومش هوصل لحاجة، فحسبها صح مش هوصل لحاجة، جوع يجيب جوع وعبودية وذل ذل يعني أرسله للخنازير ذل ورا ذل طبعا ذل وإهانة وإهانة إهانة طبعا، فرجع لنفسه وقال له أقوم أرجع لأبويا وأقول له كده. الرائع في الموضوع في كذا حاجة، بيقول أقوم وأقول لأبي أخطأت في السماء وقدامك ولست مستحق أن أدعى لك ابنا فاجعلني أحد أجراءك، كويس أول نقطة، بيقول ولم يزل من بعيد رآها أبوه، ده معناه أنه كان مستنيه ومستنيه كمان على حتة عالية مش شافه من قريب طبعا، عشان يشوف واحد من بعيد جدا لازم يطلع في حتة عالية، فهو ربنا منتظر في الشتاء والصيف في حتة عالية، لما بيقول قصصي قد امتلأت من الطل ومن الندى الليل افتحي لي يا أختي ده أنا غرقت مية، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، نزل علي المطر وعد علي الصيف والخريف والشتاء افتحي لي ارحميني ويريد بنرحمه، احنا ايه في ايه ما نعملش محشي ما نعملش اللي جسدنا بيشتهيه ما نعبدش جسدنا، طب ما انتوا بتعبدوا طب ما تشبعوا منه، يعني ايه نشبع منه واحنا بنروح الكنيسه مره في الاسبوع، ايه ده فين الحياه ما هو كده والناس كلها كده هو ده الغنى، طب فين وصلنا لفين بالغنى الروحي، فين صوره المسيح فين صورة المسيح؟ الناس فين صورة يوحنا العمدان وإليه؟ فين الكلام؟ بلاش صورة يوحنا بدنا المسيح زي ما علمنا إياه في الكتاب صورة المسيح بدناش أي مسيح بدنا المسيح ده إحنا على الأقل ده إحنا المفروض نبقى صورة المسيح هو إحنا لا مفروض مننا نصلى صورة المسيح مفروض مش لأي حدا مفروض فبيقول لما رجع لما رآها أبوه تحنن ورقد ووقع على عنقه وبكى وقبله كبت طويلا الأروع في الموضوع بيقول إيه؟ فقال له الابن حضط في مخه يقول له ايه اثنين ثلاثة اخطأت للأب في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا فاستعجلني حط يده على بقه فكك له مش مكتوب في الكتاب انه وضع يده على فمه لا لانه كان هيقولها ما كملهاش ما استحملش ابوه يكملها فقال يا ابي اخطأت للسماء قدامك ولست ما قالهاش اخطأت للسماء قدامك ما كملش ليه ما كملش ابوه حط يد على فمه ما قدرش ما استحملش لانه خطايا غفر ولا يعود يذكرها طبعا مش هيبص لورا مش تعيد لورا شممني وين كنت انسى ما وراه وتقدم الى ما امامه حنون جدا ولا لا يبالي جدا لانه ما يحب بصدق واللي بيحب بصدق ما يفكرش باي شيء سلبي لانه بيحب
بيتمتع دي متعته، عايز يدي متعة، ما يهمهوش يعمل في ايه، ومن غير كرامة. الله ما عندوش كرامة. اه شيء غريب، ما عندوش كرامة. مقياسنا احنا ان كنت ابي ان كنت ابا اين هيبتي، وان كنت اله اين كرامتي. طب ادوني، هو قابل كل شيء، موافق موافق. فبيقول اذبحوا العجل المسمن. في شيء فعلا في الوقت الشرط تم انه ممكن هيموت من اجله الشخص ده. يعني امتى الانسان بيستفاد من ذبيحه المسيح؟ لما فعلا يرجع ويقتنع ويتفهم وينضج، هيستفاد من العجل المسيح، هيقبل ان يذبح نفسه من اجله. وادوله كرامته، لبسوه حذاء في رجليه، وهاتوا الحله الاولى، دي المعموديه الحقيقيه، الخاتم، وخاتم يعني قبول، يعني دي ناضج واهل ليحكم. مثل يوسف على الشعب بمصر، اعطاه خاتم انه ملوكي وبيحكم، له الثقه رجعت لها، السلطان اعطى له الثقه، رجعت له تاني انك انت اهل، انك انت تبقى ليك اولاد الله. الثقه تبقى ابني وارث معي، وكرامة. وبعد كده سمع، بعد كده ابني كان حيا ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. الابن الكبير بينوز للناس اللي عايشة في الكنيسة على طول شكل، أو العهد القديم كيف بحيك له، عهد قديم أو جديد ممكن كمان، ما هو برضو اللي في الكنيسة وعايشين في الجسد، ما هم في عهد قديم، ما دخلوش عهد جديد مع المسيح. والعهد القديم المسيح قال لي ده حالة، وعهد جديد برضو حالة، هذا هو العهد الذي أريد أن أقطعه معكم، ودي قرارها كذا مرة في رسالة العبرانيين، ليس كالعهد اللي قطعته مع أبائكم ونقضوا عهدي ورفضوه، لا أنا عايز أعمل معكم عهد جديد. أي إنسان الابن الكبير زي العشيب بالكنيسة شكلا، والمسيح نفس المثل، في مثل تاني اللي انت عينك فارغة باللي جابه أول ساعة اشتغل تاني ساعة، أجل الأخ قال له أنا من الصبح بشتغل 8 ساعات وأعطيتني نفس الأجر. اللي بيشتغلوا في القرن أصحاب الحادي عشر دول، برافو عليك، دول ما كانش هدفهم المسيح، قالوا أعطيني دينار مش اديني نفسك. دول اللي بيشتغلوا دول ما كانش هدفهم، في ناس في الكنائس مش هدفهم المسيح أبدا تماما، هم عايزين الأجر، بنعمل ثواب. فأنا هذا اللي حكى عنه مالك، أنت يمكن ما قدرتوش تحوله، هذا اللي حكى عنه لما سأل عن المصاري، أنه مش طالبين المسيح قد ما الناس مش هدف المسيح، فهدفهم ياخدوا أجرتهم. لا وكمان في السماء هم بيعملوا عشان ياخدوا أجرتهم في السماء، تفكيرهم إن نعمل ثواب علشان في السماء ناخد أجر، ده مش الطريق خالص. المسيح هو المفروض يكون، الله يكون الهدف، أن أوجد فيه وأكون جزء فيه، هو الميراث، هو أنا ميراث، هو كل حاجة، هو الشبع، هو الكرمة الحقيقية، هو الهدف، مش إني إن هطلع بيته. الناس اللي ما بتحبش الله تماما هدفهم يدخلوا بيته فوق، نطلع، المهم ندخل السماء. لسه اليمين دخل السماء، عايزين ندخل السماء. ده ايه عايز ايه انت؟ انت مش فاهم حاجة اصلا، ده انت المفروض المسيح هو الكرمة الحقيقية مش السماء. ليش قال اليوم تكون معاك الفردوس؟ سمحوا وكان ظروفه صعبة. ليش يعني يسوع فات الفردوس في الاول؟ ما بيفات ما أخذوا معه الفردوس، يعني نفس سألته بالبداية السؤال، اليوم تكون معي. في أمثلة المسيح قالها زي الغني والعازر، بتأكد أن موت الإنسان على طول بيتحدى مصيره. يعني هتبقى معايا فعلا في الفردوس، مش هيستنى يوم القيامة. في ناس بيقولوا يعني لسه أسرع، لسه أخذ الفردوس بدون ما يعمل أي مجهود. يعني أمثلة بتأكد أن كل إنسان تنتهي الوقت لفترة الجهاد بيعرف بقى مصيره فين. في تقليد من مصر سمعته لهلأ بحفظه، هلأ كانت العذراء مع القديس يوسف هربانين لمصر، وكان في إحدى العائلات عندهم ابن مريض، بتقلا جارتها للعذراء إنه يا عذراء أنا ابني مريض، قال شوفي أنا هلأ ححمم ابني يسوع، وإن شاء الله ابنك يلتقى مع ابني ويصير تلميذه بالمستقبل، خدي هالميات بعد ما غسلت ابني. ما بعرف هي من مصر سمعتها، انه حممي وان شاء الله يلتقي، ويا ريت التقوا مع بعض. بس ايش هداك صار اكبر مجرم، لص قطاع طريق، والتقوا مع بعض يوم الجمعة العظيمة، وقال له يا يسوع، قالت له لابنا انت يا ابني وانت صغير كنت لحتموت، ولكن في جارتنا
ابن اسمه يسوع يشوع، غسلته وعطيتك وحممتك في هالمياه، وقالت لي إن شاء الله بس تكبر تلاقي بابني يسوع، هذا ابني ممكن يعلمك وتكون شيخ الشباب. بيقول له استغريب لص، بيقول له يا يسوع، بيقول له اذكرني متى شئت متى جئت في ملك، بنادي يا يسوع. أنا انتبهت عليها كيف عرف اسمه يسوع. بتصور ما بعرف اذا هلا هذا موضوع تعرفه قال لك عنه، التقى معه، تذكر انه في شخص، هذا الشخص له اونور، له احترامه، له مهابته، ومش هيك مثل هدول الجنود والناس اللي عم يطلبوه واللي حينكفوه. ليكون هذا اللي امي قالت لي انا تغسلت بميته، قال له اذكرني يا يسوع، ضاعت الحياة تبعي كانت بحتة وانت كان بطريقك، بس لحظة انه التقيت سوا وإلى آخره. شو رأيك؟ صراحة أنا سمعتها من مصر إنه حتى بالجبل أو نحن رايحين على نجيب محفوظ كتبها هو أنه أبدا يا المخطوطات بتقول إن قبل صح هو صغير ديماس سموه عرفوه اسمه القديس ديماس، بس القصة اللي عرفها المفتوح المخطوط مختلفة مختلفة. إن هو طلع عليهم للصين دي موجودة في المخطوطات القبطية إنه راح العذراء والدخل مع المسيح طلع عليهم للصين فمتعودين على إنه هم كل يوم لا يسرقوا الغنيمة بس لواحد، واليوم التاني لواحد تاني، لأن يعني في حاجات ما تنفعش تتقسم نص، مثلا لقيوا حلة هيقطعوها زي نص او وعاء هيقسمونه ازاي او ثوب او ثوب هيقطعوه ازاي ففي اليوم ده كان على النص الشمال اللي ياخد الغنيمه، فطلع على سيد المسيح، بس المسيح بص للنص اليمين، البصه رعبته فقال له ما بلاش نسرق الناس دول، قال له ليه؟ عشان اليوم ده يومي، قال له طيب سيب لي اليوم ده وانا هديك 3 ايام بس الناس دي نسرق، قال له ليه؟ قال له ما اعرفش، الناس دي ما ينفعش نسرق، مكتوبه في المخطوطات القديم. فالمسيح بص له وابتسم فعطله الحذاء فردة من الحذاء، عشان كده الصورة القبطية المعروفة المسيح كان متصور العذراء شايلاه وفي حذاء واحد مش من غير حذاء واحد بحذاء، لأن لما دخل مصر فعلا كان بحذاء واحد لأن أعطاه له كهدية للصين، يعني زي أسطورة لا قصة حقيقية دي حصلت في مخطوطة المهم الابن الكبير بيرمز لواحد كانش قاعد في الكنيسة الهدف المسيح، قال له جدي لم تعطيني، كان هدف الجداء بترمز للناس اللي هي الشكل المسيحيين مش خراف على اليسار اللي على اليسار، الجداء بترمز للناس اللي هي الناس اللي هي ده عايش ده شبعه ده هدفه قاعد في الكنيسة عشان كده عشان يشبع الجدي اللي جواه بجدي عايز يأكل عايز يشبع جسده ومهمهوش الناس تخلص، ده مش موجود في ومش ده فرحه ان حد يتوب، يعني لا المسيح هدفه ولا توبة الناس فرحه، هو عايز ياكله بس. قال له يا ابني انت كل ما لي فما هو لك، من الايات الرائعه في الكتاب المقدس ان ربنا بيقول لنا كل ما لي هو ليكم ولكن كان مفروض ينبغي ان تفرح، ده عتاب للناس اللي عايشه في الكنيسه كده لها منها خلاص الناس. وبيرمز للرعاة برضو، واحد قاعد بيخدم في بيت أبوه، يعني ده ابن صورة كبيرة، أسقف مطران، ده الابن الكبير كبير قوي، لكن للأسف في ناس كبيرة قوي لا بتفرح بتوبة الناس ولا هدفها ولا حتى هي هدفها كمان المسيح، هي عايزة تاكل. اقتسموا الثياب بينهم، هو هدفهم قسم الثياب بس، وعلى لباس اقتران، لكن للأسف ففي النهارده في اللقاء اللي عملته بتوع جماعه في امريكا قالوا لي فعلا احنا عايزين احنا ابتدينا يعني نتعقد ازاي نبقى زي ايليا ازاي يبقى زي يوحنا معمدان، فقلت لهم لا الطريق مراحل بسيطه، ما فيش طفل يجي يبص على واحد كمال اجسام ويقول ايه ده هبقى ازاي كده، نقول له لا انت كل يوم اعمل دورك كل يوم، أعرف المطلوب منك كل يوم وبس، احنا الله مش هيطلبك بشيء تقدرش عليه. دي اللي الناس لما بيقول اللي بيسمعوا كونوا كاملين، طب ليه ربنا قال كونوا كاملين؟ لا عشان الناس تبقى عندها فكرة ان الطريق ألف مليون خطوة مش خطوة واحدة ولا خطوتين، لا الطريق طويل، هو المسيح قال ما أرجوك الباب أقرب الطريق، بس نعرف ان كل يوم بيومه نعمل دورنا
أنا أدخل مخدعة أغلق بابي، أنا بس أرتوي منه أجبع منه، الدور اللي أقدر عليه أن أصارع معاه وأقول له مش هسيبك غير لما تشبعني، افتح ذهني اديني النور الكامل، كل آية في الإنجيل فهمها لي. بس حتى لو متزوج ورجل أعمال ومش فاضي، بس في الوقت اللي فاضي فيه أقتحم ساعة، مش قادر ساعة أقتحم نص ساعة، بس أبقى أمين في أقل القليل، الأمين في القليل أمين في الكتير، لأن الله بينظر للكيفية مش الكمية. ما فيش عذر لأي إنسان، بس يطلب من ربنا، يطلب لأن الأبدية تستحق وتستحق وتستحق. حتى لو على حساب شغل أخذت كمان الفيلم مع ربنا مش رح يعود حتى. طبعاً هو ده بقى بعد فترة، بعد في استنارة هبتدي فعلاً أترك، وأنا ابتديت أنضج وابتديت أفهم وابتديت أتذوق. بعد فترة لو ربنا أعطاني نعمة بعد أسبوع بعد شهر ابتديت أدوق، زي الرجل الأعمال اللي نعرفه في أوروبا قلت له بس 10 دقائق صلي 10 دقائق بس يكون أمين وأطلب منه، قال لي بعد فترة قال لي حسيت فعلا براحة، حسيت إن إزاي 10 دقائق، حسيت إن ده إيه ده كل اليوم ده كله 10 دقائق بس، لا ده نقعد معاه بقى بنص ساعة، حسيت إن فعلا عايز أقدم له الإله ده حاجة. قلت له أيوة المجوز جابوا له هدايا، قلت له شوف إيه الهدية اللي تقدمها له، قال لي من جوايا حسيت إني أنا عمري ما صمت في حياتي عايز أصوم، بقدم له إن أنا تركت شيء من أجله، وده حقيقي يعني دي جبهة أنا عمري ما قلتها له، ده هو الواحد بيقول لي حسيت إن عايز أقدم له حاجة، تركت شيء ماشي وترك أشياء كان بيعملها بس قال لي لا مش دي التقدمة، حاسس إن عايز أعمل حاجة ليه، قال لي دي الفكرة جات لي النهاردة إن أنا أصوم، وقال أنا سني 65 سنة عمري ما صمت في حياتي، ابتدى يصوم فعلا بالتدريج. أول مرة اللي حسيت بتعب لأنه بيصحى الساعة 6 الصبح عشان يفطر الساعة 10 ده بالنسبة له، لكن ابتدى لغاية الساعة 12 قال لي ده يعني هين بالنسبة له كان، بس حاسس بفرح أنه ضحى بشيء من أجل المسيح، حس بيقول لي بانتصار تمام، حس بانتصار بيقول لي نصرة أن الجسد بيصحى عايز النص كافيه اللي بيطلبه ما أقدرش ما أشربش كافيه أي حاجة كاكولا ولا نسكافيه. ذكرتني إنه الإيمان بخطوات، في مرة خوري حكى لي لما ربنا دعا إبراهيم من أور الكلدانيين مشى طبعا من العراق على سوريا على ممكن لبنان بيفوس المصر وعمل لي خارطة هيك زي قوس، سألوا لي أنت بأي مرحلة ماشي بهذا المسار اللي مشي إبراهيم، يعني زي ما صار الإيمان كيفك خطوة 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 زي ما بتحكي أنت. البعض قالوا بعد مش بادي بعد مش طالع على الطريق، البعض قالوا بأول الطريق بعد بآخر الطريق، إنه مشبه إيمان إبراهيم أو إيماننا لازم يكون زي كيف ما إبراهيم أجا ربنا دعاه من أور الكلدانيين مشي هالقوس هذا توصل مصر عند هو صار عند فرعون ورجع وكان إيمانه ينمى وكبر. أيوة بكل شيء بالتدريج. تدريج. الله يعني مش هيطلق. هو كوصف لنا إياه هذا مسار مسار تدريجي. عشان أبدأ أقطعكم بما إنه كل شيء بالتدريج ولازم نأكل شوي شوي وكل يوم نأكل شوي شوي. فنحن مع مثل ابن الضال بركي نوقف هون الليل. عشان نأكل بعدين بكرة. لا بالفكرة. بالفعل يعني ما بدنا نقطع الشيء بس بنفس الوقت يعني الوجبة دسمي فخلينا نهضمها. أمين أمين. بس المهم أنت حضرتك بديت موضوع إن إزاي وأنا مشغول ومتزوج أبتدي، والسؤال الثاني خلص أنا أخذت الجواب وإيه إذا هيعود على ربنا إيه هيستلز على ربنا، ربنا طبيعته بيلاقي فرح لما وبيلاقي زي الأم الأب لو ما كانش فرح هنا جيب فرح إن شاء الله إن أي إنسان عايز يبتدي عايز يعرف عايز يفهم يمسك في ربنا يقول له مش هسيبه غير لما تفهمني، وحسب ما هو شايف احتياجه وشايف تقديره للإله ده يقول له لا مش تفهمني 20% ولا 50% ولا 70% عايز أفهم 100% كل حاجة. ليه لا؟ ليه ما فهمش كل حاجة؟ ليه يا رب وانت دعيتني للقداسة وانا بقى صورتك؟ فلو الإنسان لح على ربنا بس يفهمه لكن مش يقول الأصل في الكنيسة أبونا قال لنا كده، لا أبونا قديس أبونا زي هارون الله اختاره بالروح القدس،
ايوه بس هرون في وقت من الاوقات ممكن ما ينفعش عبد الاصنام خلى النسوان يسيبوا حلقهم وكذا انا وعبد الاصنام فانا لي عريسي ابديتي دي دي, دي دي مسؤوليتي انا لازم اطلب عريسي عريسي انا مش عريسنا ايوه هو عريسنا بس لازم يكون عريسي انا علاقة شخصية أقول له يا رب الموضوع معتمد على أنا موافق تكون عريسي وتكون أبويا وتكون الصديق الألصق من الأخ وتكون حياتي ففهمني الأمور دي وبنور كامل عايز أفهم كل مثل عايز أخدها بجدية من النهاردة في الكنيسة مش مقتنع قوي بكل حاجة قالوها لي من جوه وممكن يكونوا قالوا كل حاجة بس غير ما أنت تفهمني أنا فتح ذهنهم تفتح ذهني أنا لأن الفتح الذهن برضو زي العلاقة الشخصية أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم معرفة زي البذرة مدفونة والمية بس مش البذرتين داخلين في بعض لا كل بذرة لوحدها أيوة في الآخر بعد كده نبقى شجر نبقى جنة كلنا في الكنيسة بس لازم عشان نبقى كلنا جنة كل بذرة لوحدها كل واحد يتصل بمصدر نبع المية لوحده يدفن لوحده أدخل المخدع لوحدي يفتح ذهني لوحدي أنا يقودني أنا بنفسي لأن قيادة مسؤوليتي تقود العالم كله ماشي بس أنا قودني أنا ابنك أنا عريسي مش كل الناس فهم الحتة دي من له العريس فهو العريس من له العروس فهو العريس عريسي أنا لوحدي ما ينفعش عريسي يرتبط باثنين علاقة شخصية لازم أنا تقودني أنا تفهمني أنا تفتح ذهني تشبعني لوحدي الشبع اللي ينفعني وبالتدريج تمشي معايا يا رب أي إنسان هيعمل كده مش هيسيب ربنا ويعرف أن كل حاجة بالتدريج يعمل اللي يقدر عليه يقدر يترك شيء ويصوم أمين ما يقدرش يقول لربنا طب فهمني اديني نعمة تاني بس حسب بقى كل واحد هل عايز يوصل يبقى صورة الله ومثاله وأمين مع نفسه هل عايز يبقى ابنه فعلا عايز ما يتحرمش ويتملي كل الملء عايز فعلا يبقى في القداس عايز يبقى نور للعالم عشان يفرح قلب ربنا هل عايز دي بقى معتمد على الانسان يحزم امره هو عايز ايه امين مسؤوليه حلوه هالسهرات اليوم فكرت فيها انا قبل ما اجي بصراحه علينا صار مسؤوليه مني وجر وكلنا إنه بصراحة كأنه رجعنا 2000 سنة عم نناغش يسوع ونحكي مع يسوع ونقول له نورنا يا يسوع واشرح لنا هون وكذا بإنه أنا عم بشرح لكم وبكرة تردوا ترجعوا نيوني وترجعوا بالطين وبالوحل حأزعل منكم كتير هلأ عم ناخد وجبة طيبة إن شاء الله نكون أمناء هيك وجبة في نقطة صغيرة في نقطة مهمة جدا لو الإنسان مش أمين في وقت النعمة عمره ما هيبقى أمين في وقت تاني لو الإنسان مش أمين في وقت النعمة عمره ما هيبقى أمين في وقت تاني لو الإنسان مش أمين في وقت النعمة عمره ما هيبقى أمين في وقت تاني لو الإنسان مش أمين في وقت النعمة الوقت فيه نعمة فيه حاجة لمستنا لو مش هيقوم في الوقت ده عمره ما هيقوم لو مش هيقوم في الوقت ده عمره ما هيقوم لو مش هيقوم في الوقت ده عمره ما هيقوم ناس كتير اتأثرت وشافت فيديوهات وشافوا ناس حصل لهم اختطاف وناس قالوا لي أنا كمان اتأثرنا من سنتين لما شفنا إنك بتتكلم وشفت المسيح في العرش بس ما قمناش بيقول أقوم الآن ما أموش فاللي مش هيقوم في وقت النعمة اللي لمسته عمره ما هيقوم إن كان مش هيقوم في وقت النعمة هيقوم إزاي في وقت الضعف فاللي مش هيقوم في وقت النعمة اللي لمسته عمره ما هيقوم إن كان مش هيقوم في وقت النعمة هيقوم إزاي في وقت الضعف فاللي مش هيقوم في وقت النعمة اللي لمسته عمره ما هيقوم إن كان مش هيقوم في وقت النعمة هيقوم إزاي في وقت الضعف موضوع خطير ومخيف الآن اليوم كلمة اليوم إن سمعتم صوتا فلا تقصقوا اليوم ستكون معي اليوم سأبيت عندك في البيت وأعلن لكم اليوم أني أبشركم بفرح عظيم قد ولد لكم اليوم
اليوم ستكون معي في الفردوس. كلمة اليوم كتير قوية وعلى قد الطلب أنا بنتظر يعني خلص من الآن خلص أنا بدي موت عن كذا، أنا متت عن كذا، سوف أعمل كذا وكذا، أي خطوة منك خلص وأعرف أنه على قد ما أنا بطلب هاخد، على قد رغبتي هفهم هيفهمني، على قد طلبي هيديني. فكل واحد الموضوع بكامل الإرادة، مطلق الحرية لكل إنسان. عايز من ربنا قد إيه؟ عايز من ربنا قد إيه؟ عايزه كله؟ هل ربنا عايزه كله؟ ولا عايز 50%؟ ولا عايز 80%؟ عايزه؟ هل الله شايف أنه كنز؟ طب لما أنت شايف منجم ومنجم ذهب ولا منجم، ليه تاخد حتة صغيرة؟ براحتك براحتك، خد اللي انت عايزه، لك مطلق الحرية. زي ما المسيح قال لي انا فرقتك على كل الدرجات في السماء، انت عايز تقعد فين؟ انا بالنسبة لك استحق، شايفني استحق قد ايه؟ فكل واحد لمطلق الحرية في كل حاجة، ان يطلب ويطلب النور، وان يقرب لربنا بالقدره، ان يشبع ربنا، يفهم الانجيل زي ما هو عايز. دينا مطلق الحرية. هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقي، عندي مائدة وبيقول لنا مد ايدك، نزفة الدم مدت ايديها، الكنعانية قعدت تصرخ وتصرخ وتصرخ تقول له مش هسيبك، ارحم ابنتي. نشوف احنا عايزين قد ايه، يعني سعينا قد ايه، احنا شايفين الله يستحق قد ايه. ده بكامل ارادتنا. ابونا تقول من الصلاة. إذا نشكرك أيها السيد المسيح معلم المساكين ومطوب الفقراء بالروح، اجعلنا يا يسوع أنت بروحك نورنا بالكلام الملهم التي كتبت في الإنجيل المقدس من 2000 سنة، ولكن نطلب منك أن تشرح لنا وتفهمنا وتفتح قلوبنا لنفهم ما كتبه الرسل القديسين، وقد أوحيوا بنفس الروح الذي أنت قلت لنا سيكونون معلمين من روحك، وهذا الروح الذي أرسلته على التلاميذ والنسوة المجتمعين في علية صهيون منذ 2000 عام، وأعطيتهم نعمة أن يتكلموا بألسنة ويبشروا ويتلمزوا، نحن نمنحك هذا الروح أيضا، تخلق فينا كل اجتماعاتنا عنصرة، تخلق فينا الجوع إلى معرفة اسمك معرفتك، وأيضا الجوع لكلامك والعطش لدمك الأقدس، تنقينا بهذا الروح، تطهرنا، تجعل حياتنا هكذا إنها سريعة سريعة، نريد أن تكون فينا ونحن أن نكون فيك، كما قلت أنت في إنجيل القديس يوحنا الفصل 15 أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كما أن الغصن لا يعطي ثمر من حاله، لا يعيش لا يستطيع، فأنتم أيضا بدوني لا تستطيعون شيئا. علمنا إذا كنا متحزبين نتنازع نتخاصم نتعارك نتحارب، فإننا قد أضعنا المرساة والهدف والطريق، رجعنا إليك مقارعين صدورنا، اغفر لنا يا رب عن تفاهاتنا عن خطايانا عن شردنا وعن تفكيرنا الأرضي، موت فينا إنساننا العتيق، اجعلنا نحيا بهذا الإنسان الجديد أن نصل إلى ملء قامتك، فندرك الطول والعرض والعلو والارتفاع. كم مرة نتحاور ونقول أيها القديس بولس أعطيتنا 4 اتجاهات 4 مجالات، بالعادة نحن بحياتنا عنا 3 أبعاد، فمن أين لك يا ماربولوس البعد الرابع؟ خربشت يا ماربولوس بالماتيماتيك بعلم الفراغات، قلنا لا، البعد الرابع هو بعد القداسة بعد الله، والله يريدنا أن نستكشف وأن ندخل هذا الباب، الباب البعد الرابع الذي هو يفوق كل إدراك وكل سجود وكل عبادة، يجعلنا مسيح بنعمتك يا يسوع مسيح آخر. لماذا؟ لأنك خلقتنا لك يا رب،
ومع القديس أغسطينوس يقول: وقلبنا لن يرتاح إلا بك يا رب. إذن أخلق ونمي هذا الجوع، هذا العطش لك، لأننا بدونك لا شيء فينا حي، لا شيء يتنفس، ولا نصبح إلا القليل من الرماد أو من التراب. أنت بنسمتك بروحك تنعشنا وتشدد قلوبنا وتشددنا على محبتك، ولا تمنح الموت. الموت أنت ينبوع الحياة، ينبوع الرحمة، ينبوع الخلود. فاجعل فينا دائما هذا الطوق إليك أنت الذي تشبع وتروي قلوبنا العطشة والظمأة إليك. أنت عريسنا، أنت أهلنا، أنت كل العواطف التي تريد أن تزرعها بكل قلب فينا، سواء عمره كبير أو صغير، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. شدنا إليك يا رب، اخطفنا، اجسبنا إليك فنسير معك حتى على الهواء، حتى على السحاب، لأنك أنت خالق النظم، وأنت تستطيع أن تغلقها وتغيرها وتجعل 5 خبزات يشبعوا 5000 رجل وثلاث 4000 امرأة وست 7000 ولد وبنت. أنت قادر على كل المواد، قادر على كل الأشفية. فازرع فينا هذا الجوع، هذا العطش إليك يا رب. أنت يا من شفيت كل واحد فينا، وكم وكم غمرتنا بأعجيبك، لا أقول بس بالنعمك، بأعجيبك، وهيهات لنا أن نتذكرها. ذكرنا أن قليلة وصغيرة الحياة إذا ما قورنت، كما يقول أخونا هاني، إذا ما قورنت بالأبدية، لترنيتي أو لترنيتا، لا شيء يقارن بين الأبدية وهذه المحدودية، ليميتي، هذا القسم الصغير من حياتنا. أخلق فينا هذا الجوع، لأنك قلت للمرأة السامرية: من يشرب من هذه البئر يعطش، أما الماء الذي أعطيه أنا فيصبح فيه فونتانا، نبع، نبع مياه يتدفق، طيب، رقراق، صافي، يعطي حياة أبدية. اجعل كل وحدة وكل واحد فينا كنبعة صغيرة تقطات منك، من مواهب روحك، لكي نترك العالم ونهجره، ولا يصبح بلساننا إلا التحدث عنك ومغازلتك والعيش معك وضرب صحبتك. أنت عريسنا، أنت إلهنا، أنت محور ومولد حياتنا. فإذا عشنا فلك نحيا، وإذا متنا فلا الموت يقدر علينا، لأنك أنت نبع الحياة، وأنتم تنتقلوا منذ الآن، منذ الآن، منذ هذه الساعة قد انتقلتم من الموت إلى الحياة. اخلق فينا هذا الجوع وهذا العطش لكي ننشر اسمك للذين يعرفونك وللذين أيضا لم يسمعوا باسمك، لأنه إذا كنا متحدين بروحك عرف الآخرون، عرف الجميع أنك أنت إلهنا ونحن كلنا أخوة وأخوات لجسدك السري. آمين. 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 يا رب طلبنا وجهك، وجهك نلتمس يا رب، لا تحجب وجهك عنا، طلبت وجهك يا رب، وهنطلب وجهك كل يوم وكل ساعة يا رب. شرعت أن أكلمك وأنا التراب والرمان، ولكن يا رب أنت قلت تعالوا إلي. يا رب سامحنا على كل فترة كنت موكلنا يا رب على الهيكل بتاعك، وإحنا ما كناش أمنا على الهيكل يا رب. سامحنا دخلنا الهيكل أشياء كثيرة من العالم. سامحنا يا رب الغنم والبقر دخلوها والصيارفة، أرجوك يا رب سامحنا، كنا بنجرحك وإحنا مش حاسين، وطردناك يا رب من بيتك اللي قلت لأنكم أنتم هيكل، هيكل الله وروحي يسكن فيكم. القديس بولس يقول لأننا نحن بيته. سامحنا يا رب، سامحنا طردناك من بيتك يا رب بغباوة وحماقة،
افتقدنا أن ممكن الخردوب يشبعنا. يا رب سمحنا، سمحنا يا رب تشبهنا بالحيوانات، سمحنا يا رب تشبهنا بالحيوانات. بنصرخ لك يا رب أنك تسمحنا، أفكارنا صارت مجنونة. تركناك يا رب أنت مصدر الغنى، مصدر الشبع، القرمة الحقيقية، سبناك يا رب لأن احنا لسه ما كناش جربناك، فصارت أفكارنا مجنونة، أعمالنا مجنونة. ادينا يا رب إن احنا نصرخ لك مع الكنعانية، اسمح لينا يا رب، اسمع يا رب صرخنا لما نقول لك ارحم ابنتي مجنونة جدا، صرخت لك يا رب لأنها نفس أدركت إن كل أعمالها مجنونة واستيقظت على المجنون اللي فيها، وانت رحمتها فرحمنا احنا يا رب. أرجوك يا رب اشفي المجنون اللي فينا زي يا رب اللي انت شفيته، وجم أهل الكورة وجدوا الإنسان لابسا وعاقلا. ادينا يا رب نلبس بدل العري اللي عشنا فيه طول حياتنا. أرجوك يا رب اكسينا بنعمتك، اشبعنا يا رب من روحك علشان لا نحتاج زي الابن الضال. ما تسمحش يا رب أولادك يحتاجوا ويبقوا عبيد ونترجى ونتزلل واحنا أولاد ملك الملوك. سمحنا يا رب بغباوتنا بدل ما نظهر للعالم نورك وقد ايه ان احنا مفروض كنا نبقى اغنياء بيك اولاد الملك، صرنا يا رب فقراء منك انت ومجانين فترات طويله، وبقينا زي المشردين بل زي الحيوانات والخنازير. سمحنا يا رب احنا اللي كنا مفروض نمجد اسمك وان الناس تشتم ريحتك انت مننا، احنا يا رب كانت ريحتنا كانت رديئه وكريهه من كتر اكل الخرنوب. سامحنا يا رب خربنا هيكلك، سامحنا يا رب كسرنا كل نواميسك وضيعنا فتره طويله اللي انت كنت بتبنيه الهيكل اللي انت علمته لنا. سامحنا يا رب ارجوك سامحنا، وادينا نعوض السنين اللي كلها الجرار. ادينا يا رب نعرف نبني الفل ونبني الهيكل من جديد، ونقول زي ما قال النبي هلما نبني أسوار أورشليم ولا يصير بعض عار. سامحنا يا رب إن احنا يا رب كنا عايشين في عار فترة طويلة. أرجوك يا رب سامحنا، تراقف علينا، عوض يا رب السنين اللي كلها الجرار، عوض يا رب الفترات اللي كنا فقراء ومشردين وبناكل مع الخنازير. عوض يا رب السنين دي، انزع منا كل ما تريد أن تنزعه، واصلح يا رب كل ما تريد أن تصلحه، ودينا نعمة يا رب نخرج العالم كله من قلوبنا لتسكن أنت وحدك فيه. اوهبنا يا رب نعمة، اوهبنا حبك يا رب حتى تصير كل قوانا ملك لك، فلا يتحرك لساني إلا لحبك، وكذلك يدي ورجلي وكل ما فيه، وليقودني حبك يا رب حيثما تشاء. افتح عيون الناس يا رب على الأبدية قد إيه هي تستحق وتستحق وتستحق. أرجوك يا رب افتح عيوننا قبل فوات الأوان، ساعدنا وبارك كل شخص واقف، اسكب يا رب عليه بنعمتك، افتح على قد ما تقدر ذهن كل إنسان لأن الوقت مقصر. عوض يا رب زي ما انت وعدت إن في قديسين هيطلعوا من هنا، اسرع يا رب بنعمتك واسكب بروحك يا رب علينا. أرجوك لأنك أنت قلت إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم، واثقين إن أنت في وسطنا مع عدم استحقاقنا، لكن ده وعدك يا رب. نشكرك على كل وعد ليك، كل المجد إلى الأبد.